بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، أهلا وسهلا بحضراتكم في مقرر الـ Entrepreneur Financing، تمويل أعمال الريادية. النهاردة عندنا المحاضرة العاشرة والأخيرة من مقرر الـ Entrepreneur Financing بعنوان The Future of Entrepreneur Finance، مستقبل الأعمال الريادية. الأول نستعرض الـ Objective أو Learning Objective من المحاضرة. First, we have to highlighting essential concepts and the tools that have emerged from the study of entrepreneur finance. Second and last objective, discussing about breaking new ground and the future of entrepreneur finance. An introduction, احنا في الشابتر, this final chapter, we will cover several forward-looking topics related to entrepreneur finance. هنستعرض بعض الحاجات اللي احنا, موضوعات اللي احنا ناقشناها بشكل مختصر وفوكس اكتر على الاعمال الرياديه اللي تناولناها في المرجع بتاعنا. خلي بالك انا بفكرك بالمرجع اللي احنا اشتغلنا منه, هو المرجع اللي اسمه entrepreneur finance, venture capital, deal structure and valuation, second edition بتاع جانيت سميث اند ريتشارد سميث. المرجع ده حديث 2019. قال لك هنبتدي المحاضره او الشابتر النهارده, هنعمل هايلايتنج على الاسينشال كونسبتس والتولز ذات هاف ايمرجنت فروم ذا ستادي اوف انتربرينور. هنرجع نركز على بعض النقاط الرئيسيه استعرضناها في المقرر بشكل عام, ونشوف ايه الاختلافات بينها او ايه الديبيتس اللي فيها او وجهات النظر اللي فيها, ونستعرضها بشكل اوضح. As a field of study, entrepreneur finance build on the concept and methodology of financing and economics. In particular, we have stressed principle of finance, investment, valuation, contracting, all the context of new ventures. كنا ركزنا في المرجع بتاعنا على كل ما يتعلق بالشركات الناشئة من حيث تطبيق أساسات التمويل والاستثمارات المباشرة والتقييم الفالويشن, وحتى الاستراكشر أو ديل استراكشر أو الكونتراكتنج التعاقدات, وزي قلناها في احنا استعرضنا الكونسبت والميثودولوجي اللي ار هيلبفول نوت اونلي فور بروسبكتيف انتربرينور بات اوسو فور تو ذوز هو سبلاي فاند تو انتربرينور. انا المرجع بتاعنا تناول الحاجات المهمه او المفاهيم ووجهات النظر المهمه مش بس لرواد الاعمال, كمان للمستثمرين. ايه هم المستثمرين؟ زي الانجل انفستورز المستثمرين الملاك, والفينشر كابيتالز الشركات الراس المال المغامر, وحتى الفاميلي فيرمز واللندرز والامبلوي والفريند والتريدنج بارتنر واليونيفرستي والجوفرن. ده كل ما تناولناه في المرجع بتاعنا. وقال لك ان دراسه تمويلات الاعمال مش ليميتد تو نيو فينشرز بات اولسو فور سمول اند برايفت اون بزنس. يعني المرجع بتاعنا بيساعد برضو الشركات الناشئه بشكل اساسي, وكمان الشركات الصغيره والشركات الخاصه ممكن تستعين بيه. A great deal of entrepreneurial activity is carried out by a corporation also social entrepreneur or researcher. وده كله برضو يستفيدوا من المرجع بتاعنا. We have discussed how financing choices vary over the life entrepreneur from inception to harvesting. زي ما درسناها خلال المقرر, ان فرص التمويل تختلف حسب المرحله اللي فيها الشركه الناشئه, سواء مرحله السيدنج او البدايه خالص, او مرحله حتى التخرج الاكزيت اللي هي مرحله الهارفستنج. We address the financial aspects of the ventures development up to point where the principle for corporate finance have to apply directly. بشكل او اخر ناقشنا خيارات التمويل, واضح كده مدى عمر المشروع, وقلنا عالجنا الجوانب الماليه وتطوير المشروع, وقلنا المشاكل اللي في العقود هتنشا بين المستثمر ورائد الاعمال, القينا النظر عنها وشرحناها وهكذا. دي مقدمه, وان شاء الله هندرس نقطه نقطه في محاضره النهارده. نستعرض المحور الاول او من المحاضره بتاعت النهارده, اللي هو ان بطرح بعض المفاهيم الرئيسيه اللي درسناها في المقرر بتاعنا او المرجع بتاعنا استعرضها من الاول. فاول حاجه, على اول نقطه هناخدها, هل الانتربرينور انفستمنت اند فاينانس ديسيجن ار انترديبندنت. لازم نعرف ان القرارات الاستثماريه وقرارات التمويل في مجال الاعمال دي, لازم القرارات دول مترابطين, انترديبندنت. يبقى الانتربرينور انفستمنت والانتربرينور فاينانسنج ديسيجن ار بوث انترديبندنت. القرارات التمويليه والقرارات الاستثماريه اللي في مجال الشركات الناشئه او مجال الاعمال الرياديه, دايما القرارات دي مترابطه على بعضها. كونك تاخد قرار الاستثمار مرتبط تماما مع قرار الاتجاه التمويلي المناسب له.
فقال لك السوشيال entrepreneur and investor make concerning allocation of outside and inside ownership have important implication of the venture and the value of financial ownership claim. طبعا اي قرارات رواد الاعمال بيتخذوها من في تمويل اعمالهم الرياديه بتاثر بشكل او اخر على ملكيتهم للشركه بتاعتهم. لو انا اخذت المستثمرين معايا وكان شرط التمويل ان حصه في الملكيه، وده بياثر بشكل او اخر على ملكيه رائد الاعمال. قال لك you now have the tools to evaluate these claims and design negotiate the value enhancing. طبعا خدناها في المحاضره بتاعت اعتقد المحاضره الرابعه اللي كانت بتتكلم على الفاينانشال كونتراكت او الديل الفينشر ديلز، زي هيكله التعاقدات بين رائد الاعمال والمستثمرين. طيب قال لك مثلا خلي بالك في الكوربريت فاينانس، مش مجال رياده الاعمال، قال لك في الكوربريت فاينانس وي يوجوالي اسيوم ذات ا فيرم ميك اتس انفستمنت ديسيجن وذاوت ريجارد تو ا تشويس اوف فاينانس. في الشركات الكبيره او الشركات ويل استابلشد، مش في تمويل الشركات ديت، الشركات الكبيره يعني، دايما بياخدوا قراراتهم الاستثماريه بغض النظر عن اختيار التمويل، لانه اصلا معاهم تمويل، او قد يكون الاستثمار اللي يعملوه صغير جدا فهم معاهم ملاءه ماليه تغطيه. فهم في الشركات الكبيره بياخدوا قراراتهم الاستثماريه بغض النظر عن نوع التمويل، او بغض النظر عن اختيار نوع التمويل. ده عكس ايه؟ عكس الشركات الناشئه اللي هي دايما حاطة يعني على همول المشروع بتاعي ازاي، سواء في المرحلة الأولى أو في المرحلة السيدنج أو مرحلة النمو الأولي أو حتى مرحلة التوسع. في كل مرحلة من دي بيبص الفاندنج هيجي منين، أو الفاند ريزنج هعمله ازاي. واضح كده؟ فده يختلف تماما عن الشركات الكبيرة. قال لك بقى في الكوربريت فاينانس ما بيحتاجوش يمول مشروعاتهم، مش مهتمين بطريقة أو نوع التمويل، هما ياخدوا قرارات المستثمرين بغض النظر عن التمويل. ده بناء على ايه؟ قال لك this is strictly justified by and only if the corporate investors care only about non-diversified risk and debt and equity financial gain are tax equivalent. يعني الكلام ده قال لك ده طبعا في الشركات الكبيره اللي هم يبرروا بشكل صارم فقط. اذا كان المستثمرين في الشركات يهتمون فقط بالمخاطر غير قابله للتنوع، ويتم فرض الضرائب على المطالبات الماليه للديون والاسهم بشكل متساوي، دي طبيعتها مختلفه تماما على الشركات الناشئه. وقال لك على الرغم ده موجود، بس ده ما ينطبقش، it isn't appropriate for new venture. ده مش مطبق على الشركات الناشئه. بنكمل برضو. قال لك الشركات الناشئه بقى بيعتمد مبدا الاوبورتيونيتي كوست. واضح كده؟ يعني بناخد قرارات الاستثمار وقرارات التمويل بناء على opportunity cost reasoning، اللي هي implies that an entrepreneur who must either be under diversified or forego the venture should require compensation for being venture risk specific risk. في منهجية او منطق اللي هو تكلفة الفرصة البديلة، اللي هو رائد الاعمال او الفاوندر او منظم المشروع او رائد الاعمال بيكون استثماره تحت التنوع او التخلي عن المشروع، يا اما هيعمل دايفرسيفيكيشن يعني دخل معاه شركاء مثلا او كده، يا اما هيتخلى عن المشروع. فقال لك ده بيحتاج المبدا ده اللي هو شود ريكواير، يتطلب تعويض عن تحمل المخاطر تلك المخاطر. معايا كده؟ بيكوز ويل دايفرسيفايد انفستور don't care about venture specific risk, the entrepreneur required rate of return will be higher than of investor who can diversify. ولان المستثمرين المتنوعين يهتمون بالمخاطر الخاصه بالمشروع، فان معدل العائد اللي هو المطلوب لرائد الاعمال سيكون اعلى بكتير من معدل العائد للمستثمر الذي يكون التنوع. فده اختلاف بين طبيعه رواد الشركات الناشئه والشركات ايه؟ الشركات الناشئه. وقال لك حتى في اختلاف بين رؤيه او متطلبات رائد الاعمال ومتطلبات المستثمر، لان المستثمر رائد الاعمال ما عندوش خيارات اختيارات كثيره. فعشان كده دايما رائد الاعمال بيبحث ان الريت اوف ريتيرن او المعايير بتاعه يكون اعلى. واضح كده؟ انما المستثمر اللي بيجي يشاركه او بيجي يديله تمويل في مراحل مؤقته او في مراحل من حياه الشركه الناشئه عنده قدره على التنوع. فاهم قصدي؟ فهو يعني مش مهتم قوي بالهاي ريت اوف ريتيرن. فقال لك الويل ديفرسيفايد انفستور دونت كير اباوت فينتشر سبيسيفيك ريسك، فاذا مش مهتمين قوي بالمخاطر الخاصه بالمشروع، فدايما رائد الاعمال بيبص على ايه؟ يعني على الريكوايرد ريت اوف ريتيرن ويل بي هاير ذان اوف انفستور هو كان دايفرسيفاي.
another way in which investment and financing are interdependent عشان نشوف بطريقة أخرى إزاي الاستثمار أو القرارات الاستثمارية أو القرارات التمويلية مرتبطين مع بعض في الشركات الناشئة for new ventures بخاصة فقط بشركات الناشئة ولا ينطبق على الشركات الكبيرة is that the entrepreneur usually need to convince an outside party that the opportunity warrants investment. دايما رائد الأعمال في حاجة مسا ودايما في إنه يقنع طرف ثالث أو المستثمر يعني عشان يجي يمول الفكره بتاعته. يعني لازم دايما رائد الاعمال دايما يحتاج عاده لاقناع طرف خارجي بان الفرصه تستدعي الاستثمار عشان يجي يساعده في ايه في الشركه بتاعته. يبقى دايما هنا معنى كلامنا هنا ان الاستثمار والقرارات التمويليه دايما مترابطين بدليل ان رائد الاعمال دايما في التواصل يقنع الطرف الداخلي الاخر او طرف ثالث او طرف خارجي اللي هو مستثمر بجديه واهميه وجدوى الاستثمار عنده عشان يستثمر. فاذا قرار الاستثمار مرتبط بقرار ايه التمويل. قال لك this likely affect the investment choice of a corporation. بس ده ما ينطبقش طبعا على الشركات الكوربريشن الكبيره. ليه؟ لان البروجكت زي اندرتاك لان الشركات الكبيره دي بتعمل تحب تعمل استثمار او بروجكت مشروع استثماري هيكون صغير نسبيا لحجمها او سمول ريليتيف تو زير توتال سايز هيكون حاجه بسيطه خالص او حاجه صغيره بالنسبه لاستثماراتهم الكبيره. وكمان هم عندهم انترنال ريسورسز موارد داخليه مي بي سفيشنت تو فاند ذا انفستمنت وذاوت نيد تو كونفينس اوتسايد انفستور. وقد يكون عندهم ملاءه ماليه او قدره ماليه يمولوا المشروعات دي تمويل ذاتي. فده يختلف اختلاف كلي عن الشركات ايه الناشئه. سكند بوينت we have to discuss and we have to highlight like investment value depend on entrepreneur ability to diversify اللي هي قدرة أو تعتمد قيمة الاستثمار على قدرة رائد الأعمال على التنوع أو تنويع. قال لك for the entrepreneur ability to diversify increases the value of new venture opportunity. بالنسبة لرواد الأعمال القدرة على التنوع بتزيد من قيمة الشركة الناشئة أو الفرصة المتاحة للشركة الناشئة. قال لك احنا خدنا قبل كده تولز عشان نعمل استيميشن واضح كده والايفالويشن والكلام ده كله. قال لك وين ان انتربرينور بارتيسيبيت ان افنتشر الونج ويز ان انفستور لما يكون رائد الاعمال هيخش في شركه او هيشارك في شركه بتاعته مع مستثمر ممول خارجي او مستثمر هو كان دايفرسيفاي المستثمر ده او الانفستور ده او هي كان دايفرسيفاي ذا بارتيس بليس ديفرنت فاليو اون ذا سيم فاينانشال كليم ولكن even if they agree about the expected cash flow and risks. قال لك خلي بالك لما يكون يشارك رائد الأعمال في مع مستثمر يمكنه التمويل كل طرف بيضع المطالبات بتاعته في الكونتراكت أو في الديل ستراكشر واضح كده حتى لو اتفقوا على المخاطر والتدفقات النقدية هيتقسموا ازاي الأرباح وتحملوا ازاي المخاطر. وقال لك كمان ان even if ولو كان في حاله no investors is involved the entrepreneur ability to diversify also affect the value also. وحتى لو كان رائد الاعمال هيبقى هو الكو فاوندر هو في الشركه لوحده ومفيش معاه ممول او مستثمر في المرحله ديت برضه قدره رائد الاعمال على التنوع بتاثر بشكل كبير على القيمه بتاعته او قيمه الشركه او شركه الناشئه اللي هو بتاعته. نكمل برضو قال لك خلي بالك البروجكت فاليو برضو also depend on how the risk the venture relate to the risk of entrepreneur or other investments. قيمة المشروع تعتمد أيضا على كيفية ارتباط المخاطر المشروع بمخاطر استثمارات رائد الأعمال الأخرى. وقال لك because more wealth enable an entrepreneur to achieve greater diversification the same venture is more valuable to an entrepreneur who is wealthy. بمعنى ان المزيد لما يكون رائد الاعمال عنده فاندنج او عنده ثروه او عنده فلوس اكتر بتمكنه من تحقيق قدر اكبر من التنوع فده فان قيمه المشروع هتكون اكثر يعني اكثر قيمه اكثر قيمه رائد الاعمال اكثر ثراء. معنى كده ان حتى في نفس المشروع يكون اكثر قيمه رائد الاعمال اكثر ايه مور دايفرسيفاي او اكثر ثراء واضح كده. وقال لك ان it follows that reducing investment in the venture can also enhance its value in the entrepreneur. تقليل قيمة الاستثمار في هذا المشروع ممكن يعزز برضو قيمته لرائد الأعمال وهكذا. Pursuing an opportunity on a smaller scale, bringing in investor or finding a way for reducing the duration of the entrepreneur commitment can reduce the size of in the entrepreneur investment. انك تسعى وراء فرصه على نطاق اصغر او انك تجيب معاك شريك او مستثمر
او ايجاد طريقه اخرى لتقليل مده التزام رائد الاعمال، يمكن ان يقلل من حجم الايه استثمار رائد الاعمال او التزامه في الشركه الناشئه. خلاصه الحته دي ان او النقطه ديت ان دايما القرارات الاستثماريه بتعتمد بشكل او باخر على قدره رائد الاعمال على التنوع. لو هو عنده قدره كبيره على دايفرسيفاي او عنده يعني مور ويلز، عنده فلوس اكتر او عنده كاش اكتر او عنده استثمارات اكتر، واضح كده؟ فقيمه استثماراته بتعتمد على قدرته هو قدره رائد الاعمال على ينوع استثماراته بشكل اوضح. نقطه اخرى استعرضناها في المرجع بتاعنا او الكتاب بتاعنا استعرضها، قال لك دايما investors supply more than money to the ventures in which they invest. قال لك دايما يقدم المستثمرون اكثر من المال للمشاريع او الشركات الناشئه التي يستثمرون فيها. ازاي؟ قال لك خلي بالك الاكتيف انفولفمنت باي انفستور كان اد فاليو، قال لك المشاركه النشطه للمستثمرين بشكل او باخر بتدي قيمه للشركه الناشئه. قال لك understanding the contribution of active investors enable entrepreneur to better evaluate financing alternative. قال لك ان فهم المساهمات الحقيقيه او النشطه للمستثمرين النشطين بيمكن رائد الاعمال من تقييم بدائل التمويل بشكل افضل، لان هو دايما ان رائد الاعمال لازم يفضل ان ياخد المستثمرين النشطين اللي هم هيزودوا له القيمه بتاع الشركه بتاعته، مش القيمه الماليه بس ولكن القيمه الفنيه والاستفاده من علاقاتهم في السوق وخبراتهم وهكذا. ولا خلي بالك new ventures raise capital from many sources. قال لك زي مثلا some provide financial capital, other provide both capital and managerial skills. قال لك ان المشاريع الجديده بتجمع راس المال من مصادر لا تعد ولا تحصى. قال لك بعضها بيوفر راس المال المالي فقط وبعضها بيوفر خبرات واداره وخبره في الاداره ومهارات اداريه وهكذا، مهارات في اداره راس المال. فمثلا قال لك الانجل انفستورز والاستراتيجيك بارتنرز are often involved in managerial aspect of the enterprise. دايما المستثمرين الملاك والشركاء الاستراتيجيين بيحبوا يشاركوا او يفضلوا يشاركوا في الجوانب الاداريه المؤسسه، لان انت ممكن تستفيد من خبراته، واللي هو الاستراتيجيك بارتنر بتستفيد من تحالفاتهم في السوق وعلاقاتهم في السوق. على عكس مين الفينشر كابيتال او شركات راس المال المغامر are involved at critical juncture and continuously monitors their investment. قال لك شركات رأس المال المغامر بتحب بس تراقب استثماراتها باستثمار، يعني تحب تبقى مونيتورنج تراقب استثماراتها بشكل مستمر عشان تتأكد ان الشركة الناشئة اللي مولودة دي هتجيب لها عوائد او لا. وقال لك ان شركات رأس المال الاستثمار المغامر اللي في سي seek return on both their financial and human capital investment. ودائما الشركات دي بتسعى لتحقيق عوائد مالية وعوائد في الاكويتي او في الراس المال في ملكيه الشركه نفسها. يبقى عرفنا دلوقتي ان القرارات دايما المستثمرين بيقدموا لك اكتر من المال للشركات الناشئه، بيقدموا من الاداره خبره في الاداره والعلاقات والنتوركينج وهكذا، مش شرط بس تعتمد على النواحي الماليه. لذلك رواد الاعمال في مراحل التمويل يفضل يختاروا المستثمرين اللي هيستفيدوا منهم اقصى استفاده، مش استفاده ماليه فقط لا بل استفادات اخرى. نقطة أخرى أو مشكلة أخرى استعرضناها في المرجع بتاعنا أو في خلال المحاضرات السابقة، اللي هو في خاصة في dealing structures في تأسيس العقود بين رائد الأعمال والمستثمر. قال خلي بالك إن financial contract and the other devices can address information problem. كنا أهم مشكلة بين رائد الأعمال أو المؤسس والمستثمر كانت تبادل المعلومات. رائد الأعمال خايف في جولات التفاوض يطرح بشفافية أو بكل وضوح فكرة مشروعه فيتحول قدام المستثمر، وممكن فيتحول في فترة ما المستثمر ما يكملش مع التفاوض أو الاتفاق، فيبقى كده المستثمر خد سر الشركة مثلا أو خد سر المشروع أو خد سر الشركة الناشئة، وممكن يكون أصلا المستثمر ده منافس له في السوق فيستغلها أسوأ استغلال. فكدائما في زي ما قلنا قبل كده في عدم يعني في عدم أريحية بين رائد الأعمال والمستثمر، كنا بنسميها الانفورميشن بروبلم أو تبادل المعلومات بينهم. فكان حلها انك في الكونتراكت لازم تبقى كاتب البنود دي بوضوح وصراحة، ولازم يكونوا الطرفين واضحين فيها في الكونتراكتنج أو في الديل ستراكشرز. فقال لك هنا خلي بالك
زي ما قلنا قبل كده الانفورميشن بروبلم بريزنت ا سيجنيفيكانت اوبستكل تو ريزنج فاندنج، طبعا تبادل المعلومات مشكله كبيره في زياده التمويل او جمع التمويل اللازم. رواد الاعمال ار اوفن اوفر اوبستمستك اند بريسيوم ذات زير فينشر ايديا ويل بي سكسسفول، دايما رواد الاعمال برضه عندهم خاطر متفائلين بشده حول فكره مشروعهم وعندهم تفاؤل وعندهم عارف ان هو مشروعهم دايما هيبقى هو ناجح، او عندهم فكره ان افكارهم دايما هتكون ناجحه. على عكس مين بقى المستثمرين ده اللي هو مستثمر عنده وجهه نظر مختلفه شويه وان هو offensively discount entrepreneur projects، دايما بينتقد او بيستبعد اللي ما يكون توقع بشده توقعات رواد الاعمال. فقال لك ايه في ال احنا زي ما قلنا قبل كده ان هي خدنا قبل كده البيزنس بلان وفاينانشال كونتراكتنج والسيجنالز والريبيتيشن والسيرتيفيكيشن كان هوب اوفركم ساتش بروبلم. قال في نيو فينشر انفايرمنت في بيئه الشركات الناشئه الجديده بوث انتربرينور اند انفستور كان هاف ترابل كريدبل كوميونيكيتنج زير بليفز تو ايتش اذر، زي ما قلنا في ثقه مفقوده بين الطرفين. فقال لك في بيئه الشركات الناشئه رواد الاعمال والمستثمرين في صعوبه في التواصل وتوصيل معتقداتهم المصداقيه لبعضهم البعض، في صعوبه في التواصل على الاقل في الاول. فقال لك ذا بارتس تو ا نيو فينتشر فاينانشال كونتراكت كان يوز الكونتراكتشوال بروفيجنز تو سيجنال ذير بيليف تو ايتش اذر، فلازم الحل بتاعها يكون في اطراف العقد المالي انهم استخدام الاحكام التعاقديه اللي هي البروفيجنز كونتراكتشوال بروفيجنز للاشاره معتقداتهم بشكل واضح وصريح لبعضهم البعض، يبقى الحل بتاعها ان ايه في الكونتراكت. بنكمل برضو. قال لك ان الانفستورز اسسمنت اوف ذا فاليو اوف ذا اوبورتيونيتي ديبند اون مور ذان ذا فاينانشال كونتراكت تيرم، وقال لك بس المستثمر خلي بالك ان هو بيعتمد يعني في باله ان هو بيتقيمه للفرصه الاستثماريه مهم بالنسبه له اكتر من شروط العقد المالي، وان وفي حين رائد الاعمال البيزنس بلان بتاعته هي بتدينا سيجنالز على قدرته او التزامه بالمشروع بتاعه. قال لك by supporting and documenting the assumption behind financial projection in the plan an entrepreneur can narrow the information gap between the parts. قال لك من يبقى اذا رائد الاعمال عنده فرصه انه يقلل الفجوه في تبادل المعلومات مع المستثمرين، واضح كده ان هو في البيزنس بلان بتاعته يكون واضح واضح كده. وقال لك ان هو يوثق يعمل documentations التوقعات الماليه كلها في البيزنس بلان بتاعته، يعني في البيزنس بلان تكون الفاينانشال ارجيومنت والفاينانشال ستيتمنت والفاينانشال اكسبكتيشنز تكون واضحه بحيث يبقى في الامور واضحه بالنسبه للمستثمر وفي الفجوه تبادل المعلومات او الانفورميشن بروبلم تكون بسيطه. قال لك ان ادفانسنج اوف ثينكينج اباوت انفورميشن بروبلم ان ذيس واي ات فوكس اتنشن اون هاو تو ديزاين كونتراكت ذات بينيفيت بوث بارتي، يبقى دي بتادينا برضو لازم في الفاينانشال كونتراكت تكون او في الكونتراكت ديزاين كونتراكت ميزه او الاهميه في توثيق العقود، يبقى كيفيه تصميم العقود التي تفيد الطرفين. قال لك خلي بالك الانفورميشن اسيمتري افكت سبسيكوينت فاينانشال ارينجمنت حتى في الهارفستنج ستيج، خلي بالك لو المشكله بدات معانا من الاول وكملت للاخر هتؤدي لمشاكل اكبر في مراحل الحاجه حتى في مرحله الحصاد اللي هي مرحله الاكزيت، فخلي بالك من الموضوع ده. Through the process, financial contracting with signaling with certification and other devices can be used to deal with information concern. قال لك زي ما قلنا قبل كده العقود والسيجنالينج والسيرتيفيكيشن واي طريقه اخرى تقلل من مخاوف في بالنسبه لتبادل المعلومات. برضو نقطه اخرى قال لك لازم النيو فينشر فاينانشال كونتراكت كان الاين انسنتيف، لازم العقود الماليه للشركات الناشئه لازم تعمل موائمه مع الحوافز، انت عارفين في مشاكل بين المستثمر ورائد الاعمال في تحمل المخاطر زي ما قلنا وفي توزيع الارباحات، توزيع الارباح او توقعات توزيعات الارباح المتوقعه. ففي الكونتراكت او في صيغه العقود لازم تكون الامور واضحه، فحتى بيقول لك ان ويل ستراكشر كونتراكت انتسيبيت اند بروفايد فور انسنتيفز كونفليكت ذات مي ارايز as a venture progresses. لازم العقود تكون ماليه يكون فيها شروط واضحه في توزيعات الحوافز او الارباح بشكل ايه يريح الطرفين المستثمر ورائد الاعمال، لان دايما عندك رائد الاعمال ان يكون المكافاه بتاعته مش كافيه لنجاحه او مش متناسبه او مش متناسبه مع جهده ونجاحه مش هيبقى متحمس ان في نجاح المشروع، ف
فهيبقى في مشكله. وكمان لو الحوافز المقدمه للمستثمرين او الممولين ممكن هي ممكن تكون تتعارض بشكل مباشر مع مصلحه رائد الاعمال او المؤسس، واضح كده؟ فلازم الفاينانشال كونتراكت لازم تحل المشكله دي، او لازم تعمل الاينمنت او للانسنتيفز بين الطرفين. فقال لك understanding the trade-off between risk allocation and incentives alignment contribute to design of organizational structures and financial contract that optimally address the trade-off. لازم العقود الماليه يكون ايه؟ تعالج هذه ايه؟ التناقضات. وقال لك ال will structure contract بتساعد بشكل واضح في معالجه تعارضات الحوافز تنشأ مع ايه؟ طول حياه الشركه الناشئه. نقطه اخرى بنستعرضها اللي هو الريال اوبشنز are an important source of value for new ventures. اللي هي الريال اوبشنز هي مصدر مهم لتقييم الشركات الناشئه. قال لك زي ما خدنا قبل كده الديسيشن تري والجيم تري هي particular useful tools for describing a real option that are embedded in new ventures. وبرضه خدنا السيموليشن والسيناريو اناليسيز والاذر ابروتش عشان نعمل assessing uncertainty. معايا كده؟ فقال لك خلي بالك في الكوربريت سيتنج في الشركات الامور تختلف شويه او تختلف تماما عن وضع الشركات الناشئه. بمعنى الكوربريت سيتنج قال لك الانفستمنت اوبورتيونيتيز ار اوفن تريتد از وان تايم ديسيشن. قال لك القرارات الاستثماريه او الفرص الاستثماريه في بيئه الشركات الكبيره هي تتعامل على انها قرارات مره واحده، بمعنى ان القرارات هذه القرارات الاستثماريه is made at the beginning as if there were no opportunity to abandon or expand or change direction. بيتم اتخاذ هذه القرارات الاستثماريه في البدايه كما لو انه لو لم تكن هناك فرصه للتخلي او توسع او تغيير الاتجاه، يبقى هو قرار فقط لمره واحده. ده امتى؟ في حال الشركات الكبيره او في بيئه الشركات، واضح كده؟ الكلام ده ما يمشيش خالص في وضع الشركات الناشئه. اللي دايما بتعتمد على بورتفوليو اوف ريال اوبشن، عندها عده خيارات للاستثمار. قال لك ايه هي الريال اوبشن بورتفوليو؟ بروفايد اوبورتيونيتيز تو ادابت از فينشر بروجريسز. دايما توفر البورتفوليو دي او محافظ الخيارات الحقيقيه دي فرصه للتكيف او مع المشروع في مراحله او تقدم ايه الفينشرز في مراحله، واضح كده؟ وقال لك الريال اوبشن ستراكشرز اوف نيو فينشر ار كومبلكس، واضح كده؟ على عكس الفاينانشال اوبشن، على عكس الخيارات الماليه. بس خلي بالك قال لك الريال اوبشن دي كان بي انتر ديبند مترابطه. وقال لك بيكوز ا فينشر از ا بورتفوليو او شركه ناشئه او نيو فينشر از ا بورتفوليو اوف ريال اوبشن، خلي بالك الريسك كان تشينج دراماتيكلي اوفر تايم، الريسك دايما بيتغير. بمعنى ان از ا فينشر بروجريس او از ا فينشر برو from one milestone to another risk is likely to decline. دايما في مع تقدم الشركات الناشئه او النمو بتاعها دايما الخطر بيقل او فرص تعرض المخاطره بتقل بشكل كبير مع مرور الوقت. وزي ما قلنا الديسيشن تري هي useful for modeling a real option زي ما خدنا قبل كده. برضو عندنا الفاينانشال موديلنج والفوركاستنج تكنيكس برضو تقدر تعرض لي التدفقات النقديه في المستقبل وتعمل اسيس الانسرتينتي اللي هي دايما تتميز النيو فينشر او شركات الناشئه بوضع وضع خاص من حاله من عدم اليقين او الانسرتينتي. وتدينا الفاينانشال كليم اند فاليو كومبلكس فاينانشال كليم اندر ديفرنت اسامبشن اباوت اكسرسايزنج اور اباندنج ذا اوبشنز وهكذا. يبقى قلنا الشركات الناشئه هنا تختلف تماما عن الكوربريشنز، ان الشركات الكوربريشن ممكن اخد القرار الاستثماري مره واحده، انما الشركات الناشئه لا بتتغير مرورا بالستيج بتاعتها. وهنا يفضل ان نستخدم البورتفوليو او اوف ريال اوبشنز اللي بتدينا فرص طول ما الشركه بتنمو او بتكبر وهكذا. Harvesting is critical to investment decision. الحصاد زي ما درسناه قبل كده هو امر بالغ جدا في قرار الاستثمار، خاصه في مجال الشركات الناشئه على عكس الشركات الايه الكبيره او شركات الكوربوريشن. قال لك the understanding the costs will benefit of harvesting alternative is key to maximizing the value of the investment decision for entrepreneur and also for investors. زي ما درسنا قبل كده واكدنا قبل كده ان الحصاد مهم جدا للطرفين، سواء لرائد الاعمال والمستثمرين، وده بيعظم قيمه الشركه. وقلنا دايما بنتفق عليه في الاول، يعني الاكزيت ستراتيجي اللي هي او الايرف هارفستنج ستراتيجيز
دايما بتكون موجودة في بداية المشروع، مش بتيجي قرار مفاجئ. ده عشان بتعظم من قيمة المشروع، أو لما يجي تفاوض بعد كده، لما يجي أي مستثمر يمولك ويسأل عن إيه هي الإكزيت ستراتيجي بلان بتاعتك، أو هي الإيه هارفستنج ستراتيجي بتاعتك، فعلى ما تكون الخطة واضحة وكده، بيدي لك قيمة التمويل بتكون أعلى، وقيمة الشركة عند شركة التمويل تكون أعلى. طيب هنا ناخد نقطة أخرى، الأناليسز اوف نيو فينشر هارفستنج بيتناقض مع التحليل او التحليل الشركات الناشئه، الحصاد في الشركات الناشئه بيختلف تماما مع الكوربريت، مع شركات الاستثمارات قرارات الشركات اللي هو الشركات الكبيره اللي هي الكوربريت انفستمنت ديسيشن. ليه؟ قال لك وير البابليك كابيتال ماركت انفستورز ار نوت سبيسيفيكلي كونسرند اباوت هاو ذا كوربريشن ويل هارفست ان اتس انفستمنت. دايما المستثمرين في الاسواق البورصات او الاسواق الماليه مش مهتمين تماما بازاي ان المستثمرين في الشركات الكوربوريشن يتخرجوا منها او يحصدوا او يعملوا هارفستنج للانفستمنت. ليه؟ This because investors in a company shares can easily liquidate it. يعني هارفستنج يعني المستثمرين في الشركات الكوربوريشن يقدروا يبيعوا اسهمهم في اي وقت هم عايزينه، ده اللي هو الحصاد يعني في اي public equity market. يبقى يتناقض تحليل الحصاد في المشاريع الجديده او الشركات الناشئه بشكل تام مع يختلف تماما مع الحصاد في الشركات الكبيره. ليه؟ لان ما في المستثمرين في اسواق المال او اسواق راس المال مش مهتمين بالحصاد بتاع الشركات الكبيره او الشركات الاستثماريه للكوربوريشن، لان المستثمرين في اي اسهم الشركه ممكنهم في اي وقت تصفية استثماراتهم في سوق الاسهم العامه. على عكس بقى مين؟ ان البارتس فور افنشر كانوت سيبريتلي كلوز اوت ذير انفستمنت اند مي هاف ديفرنت انترست اند انسنتيف وين ات كم تو هارفستنج. انما في الحصاد في الشركات الناشئه لازم الاطراف كلها او لا يمكن اطراف المشروع اغلاق استثماراتهم بشكل منفصل. واضح كده؟ لازم الاثنين يتفقوا مع بعض. لما نيجي نعمل اكتتاب عام الاثنين ايه؟ في وقت واحد نكونوا متفقين. انما في الشركات الكبيره المستثمرين في اي وقت يسيلوا فلوسهم زي ما هم عايزين. يبقى in contrast the parties to a venture cannot separately close out their investment and may have different because may have different interest and incentive when it comes to harvesting. يبقى لازم الاثنين الطرفين في بيئة الشركات الناشئة المستثمرين ورواد الأعمال يتفقوا يعملوا مثلا طرح عام. واضح كده؟ ما ينفعش كل واحد ياخد قرار بشكل منفصل، لازم الاثنين يتفقوا في وقت واحد، احنا نعمل طرح عام وبعد كده يبقى كل واحد عنده حرية في تداول او اللي يبيع اسهمه بشكل حر في الاسواق او اسواق الاوراق الماليه. بس احنا عندنا حلول ثانيه زي ما قلنا، لو تفتكروا خدنا اللي هي الاي اس او بي، لو احنا عايزين الشركه او نيو فينشر عايزه تزود الليكويديشن او السيوله بتاعتها في وقت ما، ممكن تبيع اسهمها للموظفين عندها اللي هي الاكويتي شير، الاكويتي ستوك اونر شيب للموظفين او الامبلوي ستوك اونر شيب للموظفين عندها اللي هي طريقه الاي اس او بي. معايا كده؟ فاحنا درسنا قبل يعني طرق الهارفستنج بشكل مفصل، واضح كده؟ وقلنا فوائد او مزايا وعيوب كل طريقه في طريق الهارفستنج فيها الاي بي او الكتاب العام وحتى الاكوزيشنز. هي بس خلاصه الكلام ده كله ان هو احنا زي ما قلنا المرجع في او في المحاضره الاخيره بنراجع او المرجع حبي او يحدد النقاط الرئيسيه اللي تناولناها في المحاضرات السابقه منها اللي هي الهارفستنج. هنا بس بيلقي النظر نخلي بالك ان الهارفستنج في بيئه الشركات الناشئه يختلف تماما عن الكوربوريشن او الشركات الكبيره. الشركات الناشئه ما ينفعش تعمل هارفستنج او اي مستثمر يعمل بقرار منفصل، لا لازم الاثنين المستثمر يتفق مع رائد الاعمال ويعملوا طرح عام الاول. انما في الكوربوريشن لا، اي مستثمر في اي وقت بيحب يسيل فلوسه وبيعمل هارفستنج ويبيع اسهمه في الاسواق الماليه في اي وقت وهكذا. برضو because there is a difference between the value to the entrepreneur and the value to well diversified investors, the ability to evaluate the financial claim from both perspective allows the parties to design the financial contract that allow value in the optimal way. قال لك برضه بنرجع للفاينانشال ديزاينينج الكونتراكت، العقود الماليه مهمه قوي. في فرق طبعا بين القيمه المتوقعه لرائد الاعمال والقيمه بالنسبه للمستثمر اللي عنده قدره على التنوع. فان لازم ده يكون
موجود في تصميم العقود الماليه تخص ايه الطرفين. وقال لك الفاينانشال كونتراكت ستراكشرز كان بي ديفلوبد تو الوكيت الفاليو ان واي ذات ريفليكت ذا رياليتيز اوف ذا ماركت فور نيو فينتشر فاينانس. العقود الماليه يمكنها تطوير المفصصات القيمه تعكس القيمه تعكس واقع سوق التمويل المشاريع الجديده بشكل عام. فعلى سبيل المثال زي ما قلنا قبل كده لو انت رائد اعمال وانت شغال في سوق متنافس او في هاي كومبتيتيف ما تقلقش هيجي لك عروض تمويل كتيره فانت ممكن تختار الافضل واللي يناسب ايه توجهات الشركه بتاعتك. انما انت لو السوق بتاعك للاسف يعني مش كومبتيتيف وما فيهوش مستثمرين كتير يقدر يمول مشروعك هيبقى في مشكله بالنسبه لك. خلي بالك زي ما قلنا ان هم هيقدروا يتحكموا فيك يعني هم انت مش هيجي لك عروض كتيره هيجي لك عروض قليله وممكن هم في العروض دي يفرضوا عليك شروط اكتر او في العقود دي يفرضوا عليك شروط اكتر. ناقشنا الكلام ده كله في الشابتر بتاع الديل ستراكشرز. فقال لك ايه اذا ماركت از فيري كومبتيتيف ذا انتربرينور كان كابتشر موست اوف ذا فاليو اند كان شيفت ريسك تو ويل ديفرسيفايد اوتسايد انفستور. قال لك لو انت السوق بتاعك في تنافسيه عاليه جدا وفي مستثمرين كتير جدا يعني انت هيجي لك بالتالي عروض تمويل كتيره جدا فانت ممكن تختار اللي يحقق لك اكبر منفعه ويعظم القيمه بتاعتك وكمان ممكن تفرض عليهم ان تحول المخاطر الى ايه المستثمر هو اللي يشيل المخاطر كمان. انما على العكس conversely if the many similar entrepreneur are competing for scarce financing or the قال لك بقى لو انت في السوق بتاعك مش كومبتيتيف ومعنى ان في رواد اعمال كتير او شركات ناشئه كتير وبيتنافسوا على سكيرس فاينانس موارد محدوده من التمويل يعني الممولين او المستثمرين قليلين قوي. ذا انفستورز ميك كابتشر موست اوف ذا قال لك بقى في الحاله دي هم اللي هي ايه المستثمرين هم اللي هيستحوذوا على كل القيمه واضح كده وكمان مي سيك تو وقالوا له كمان الايه ريسك تيكنج ده وقال له كمان حد من المخاطر اللي هم بالنسبه فده يعتمد على طبيعه ايه السوق اللي انت ايه شغال فيه. يجي للمحور الثالث من محاضره النهارده اللي بيتكلم على فتح افاق جديده في مجال تمويل الاعمال الرياديه اللي هو بريكنج نيو جراوند ان انتربرينور فاينانسنج. بيقول لك هنا ان البحث الاكاديمي او البحوث الاكاديميه نجحت في الفتره الاخيره ان هي تجمع بيانات كتيره او كبيره عن محور عمليه تمويل رياده الاعمال زي مثلا الشركات اللي هي الفينشر كابيتالز والانفستورز بشكل عام وحتى الانتربرينور عرفوا يعني جمعوا ابحاث كتيره وقواعد بيانات خاصه حتى بالفينشر ديلز الفينشر ديلز والستراكشر ديلز وبكل ما يتعلق بتمويل الاعمال الا انها فشلت فيها او في ابحاث قليله او في قله ليميتد ريسيرش تناقش عن ادوات اليه صنع القرار اللي هي او الادوات اللي بتستخدم في تحسين عمليه صنع القرار في اتخاذ القرارات التمويليه. فيبقى هي دي الجاب بتاعت المحور او محور اللي هي الافاق الجديده اللي هي محور التشابتر بتاعنا زي اللي هو بنتكلم على فيوتشر تريند بتاع رياده الاعمال التمويليه. فهو كل ما يتعلق بما هو الاندر تحت الدراسه او الاندر ريسيرش فده ده محور دراستنا النهارده. فهنا بيقول لك ايه بدانا بالاكاديميك ريسيرش في الانتربرينور فاينانس has blossomed in the last decade equipped with more and better data on startup and private firm general. قال لك البحوث الأكاديمية في مجال تمويل الأعمال الريادية ازدهر في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ بس وكان ادانا معلومات عندنا معلومات كتيرة أو بيانات كتيرة قدر البحوث الأكاديمية يبقى عندها بيانات ومعلومات كتيرة جدا عن الشركات الناشئة والشركات الخاصة بشكل عام. ولا في عندنا عدة شركات اللي زي البيتش بوك والبريكوين والكرانش بيز دي كولكت ديتيلد ستاتستكس اون انفستورز انكلودنج الانجلز والفينشر كابيتالز والدير ليميتد بارتنرز اون اند اون ديل راوند اند كونتراكتنج ستراكشر. قال لك شركات زي ديت عرفت تجمع بيانات احصائيه مفصله عن المستثمرين والمستثمرين الملاك ورأس وشركات رأس المال المغامر حتى شركائهم الليمتد بارترز بتوعهم وقال لك حتى جولات التفاوض او جولات الفاينانسنج او جولات الصفقات وهياكل التعاقد. يبقى عملت قاعده بيانات كبيره عن ايه مجال تمويل الاعمال الرياديه وقال لك ان ادى ده الى ايه The focus of academic research that has leveraged these databases has improved our understanding of institution
and practices primarily through documenting and analyzing trends. البحث الأكاديمي بشكل عام أدى اللي ولد قواعد بيانات واضح كده فيها كل زي ما قلنا بيانات الشركات دي والمستثمرين والصفقات والتفاوضات والكلام ده كله، قال لك أدى لتحسين فهمنا للمؤسسات والممارسات، يؤدى best understanding واضح كده. بس في المشكلة بقى هنا إيه عشان نتكلم عنها في future research work أو في البحوث المستقبلية، قال لك إن في less research has focused on tools for improving in decision making and for adding value to new venture. تحسين القرارات في ايه؟ فقال لك مثلا في ان انا كشركه مثلا فينشر كابيتالز اوافق ان انا امول صفقه معينه او لا، او امول شركه ناشئه او لا، كل التولز اللي موجوده ما حظتش ببحث اكاديمي يعني كتير واضح كده، فلسه ما عندناش وفره في الاستنتاجات والاستدلالات او حتى القواعد البيانات عشان نساعد سواء الشركات الاستثمار او المستثمرين بشكل عام انهم ياخدوا قرارات بشكل افضل في موافقه على تمويل صفقات شركات ناشئه بشكل او باخر. فيدعونا هنا ان لازم يبقى في مور ريسيرش، مور ريسيرش ان فيوتشر اباوت هاو تو امبروف ديسيشن ميكنج فور نيو فينتشرز. وقال لك هنا الكتاب بتاعنا هو مهتم اكتر او المرجع احنا شغالين منه مهتم بتطوير الامبروفنج ديسيشن ميكنج بالنقطه الاخيره ديت عشان ايه؟ من خلال الاعتماد على قال لك بالاعتماد على الفاينانشال ايكونومي ثيوري النظريه الاقتصاديه تو جنريت ابلكيشن فور ذا براكتس اوف انتربرينور فاينانس عشان نولد افضل ممارسه لتطبيق لتمويل الاعمال الرياديه. ولكن في الكتاب بتاعنا في المرجع بتاعنا بنطرح عده اسئله واضح كده we identify some types of questions عشان نوضح new direction او future research او البحوث المستقبليه اللي المفروض تتعمل عشان ايه نحسن ممارسات تمويل الاعمال الرياديه. على سبيل المثال احنا قسمناهم لخمس five categories. في first one capital market issues، second one evaluation issues، third one اللي هو البرفورمانس بتاع الفينشر كابيتالز والانكل ماركتس، نمبر 4 الايكونومي بوليسي ايشوز، واخر حاجه التكنولوجي تشينج اند فيوتشر اوف انتربرينور فاينانس. في اول حاجه في الكابيتال ماركت ايشوز اسواق المال واضح كده، ايه المشاكل الموجوده في اسواق المال خاصه لما في الاي بي او او الطرح العام او البابليك كوم او الشركات اللي تم كتاب عليها. قال لك هنا هنسال عده اسئله: وات از ذا ريليتيف امبورتنس اوف بابليك اند برايفت ماركت for new venture financing. ايه اهميه اسواق البابليك ماركت الاسواق اللي هي الاسواق الكتاب العام وحتى البرايفت ماركت في تمويل الشركات الناشئه، وهاو مايت ذس تشينج اوفر تايم، وازاي بيتغير مع مرور الوقت. عندنا سؤال ثاني برضو: هاو ويل ماركت اند بوليسي ميكرز ريسبوند تو انديفيديوال سيكينج تو دايفرسيفاي ذير بورتفوليو باي اونينج ستاكس ان ستارت اب اند اذر برايفت فيرم. عندنا مشكلة إن معظم القوانين أو regulations بتحد من إن الأفراد العاديين أو individuals يشتروا أسهم أو يستثمروا في الشركات الناشئة. في regulation صعبة شوية، مش الباب مش مفتوح للمستثمرين إنهم بشكل بسيط إنهم يشتروا أسهم أو يضخوا أموالهم أو يمولوا الشركات الناشئة. فإحنا هنا بنطرحها للفيوتشر ريسيرش البحوث المستقبلية ونشوف لازم في جت حل واضح كده لهذه المشكله. لعمليات التقييم، طبعا عمليه تقييم الشركات الناشئه دي عمليه مهمه جدا، وديو ديليجنس واللي هي فحوصات النفي للجهاله ديو ديليجنس برضو. قال لك عندنا هي عده اسئله عده تساؤلات واضح كده محتاجه برضو ايه ريسيرش عشان نحلها. قال لك وات از ذا اوبورتيونيتي كوست اوف كابيتال فور هاي ريسك اند لونج تيرم انفستمنت، ايه هي تكلفه الفرصه البديله لراس المال للاستثمارات طويله الاجل وعاليه المخاطر. واضح كده ان معظم الاستثمار في الشركات الناشئه هو طبعا استثمار هاي ريسك واضح كده، ودايما احنا بنستخدم ابروتش واحد اللي هو الاوبورتيونيتي كوست. هل الابحاث المستقبليه تقدر تقول لنا نظريه افضل او نموذج افضل بحيث تامن او تقلل المخاطر المرتبطه بالاستثمار في الشركات الناشئه؟ تاني سؤال: What is the best way to value investment opportunities involving portfolio for complex and interdependent real options؟
ايه افضل طريقه اللي نعمل ايفالويشنز. يعني هو بيطرح افضل طريقه نعمل ايفالويشن للفرص الاستثماريه اللي فيها ريال اوبشنز. واضح كده؟ طيب تالت حاجه, what type of investment opportunities are most effectively pursued by individual entrepreneur and what type are most effectively pursued by corporation. الاكثر انواع الفرص الاستثمار الاكثر فعاليه سواء المشاريع دي individuals, واضح كده, او حتى تبع شركات. نيجي برضو النقطه رقم 3 اللي هو عايزين نعرف understanding the performance in the venture capital and the angel markets. عايزين نفهم الاداء في سوق راس الاموال بتاع الشركات المغامره وكمان ان المستثمرين الملاك. في عندنا الوقت سؤال, what to what extent is a venture capital firm performance as a result of a skill opposite to initial good luck and persistence. بيقول لك ان عشان نقيم شركات الاستثمار المغامر, واضح كده, هل ادائها هيجي نقيمه نتيجه المهاره ولا بدل مثلا من حظها لقت مستثمرين او رواد اعمال شاطرين عرفوا ينجحوا, واضح كده, فادائها بقى نجاح الناس دي ادى ان ادائها يكون عالي, واضح كده, هل الحظ ولا المهاره. هو في اراء مختلفه عن ايش دلوقتي كمان شويه. يعني لما نيجي نقيم او نحكم على اداء شركات راس المال المغامر ان هي في قدرتها على تمويل مشاريع والمشاريع دي تنجح, هل يعتمد على مهارتها هي في إدارة السوق أو هي خبرتها ولا حظها إن لقت مستثمرين أو شركات ناشئة نجحوا معاها؟ فهذا برضو ده ديبيت, ده جدال ما زال موجود. رابع حاجة, رابع كاتيجوري أو رابع economic policy issues, القضايا الاقتصادية. What social and economic institution foster entrepreneurial activity and can communities proactively develop such institution. هو بيتكلم على هل المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية تقدر تعزز النشاط ريادة الأعمال, وهل المجتمعات المدني أو المجتمعات المدنية لها قدرة أو لها إسهام على تطوير هذه المؤسسات لمؤسسات ريادة الأعمال. يعني هنشوف الدور الاجتماعي أو الدور الاقتصادي للإيه بعض المؤسسات. آخر حاجة وده تريندي اللي هو التكنولوجي تشينج, التغيرات اللي التكنولوجي وتأثيرها على تمويل الأعمال الريادية. How does, عندنا سؤال هنا, how does technology affect the financing of innovation. إزاي بتأثر التكنولوجيا أو كيف تؤثر التكنولوجيا على تمويل الأعمال الريادية أو تمويلات الابتكار, هناخد زي الفاينانشال تكنولوجي الفينتك. Where this type of market place technology transform the market for new venture finance. وهل سيحول هذا النوع من الماركت او اللي هو معتمد على تكنولوجيا السوق هيحول لو له تاثير على تمويل الاعمال الرياديه او تمويل المشاريع الجديده, هنشوف هنا برضه. يبقى احنا لاحقا هنناقشهم بند بند ونشوف الابحاث الحاليه او الريسيرش وصل لفين وايه المطلوب اللي يتعمل في المستقبل. فاول حاجه الكابيتال ماركت ايشوز. قال لك احنا سؤالنا اللي هو ايه الاهميه بتاعت الاسواق العامه والاسواق الخاصه لتمويل الاعمال الرياديه وازاي بيتغيروا مع مرور الوقت. قال لك زي ما احنا عارفين, قال لك number of public firm في United States has been declined since 1996 وال number of venture capitals backed the firm going public has remained low since 2000. بيقول لك ان في احصائيه عن امريكا ان بيقول لك ان الشركات اللي تم كتابها عليها بتنخفض في انخفاض مستمر من سنه 96, والشركات المدعومه من شركات راس المال المغامر اللي تم طرحها لكتاب العام برضه حصل بنفس الانخفاض. فقال لك هنا معنى كده ايه؟ ان ذيس ترند تقول لك ان الفيرم وود بريفير تو ستي برايفت اور ات ليست ستي برايفت لونجر اند ليد this lead many question to continue importance of public firm. قال لك كده نفهم المعلومه دي بالذات في السوق الامريكي ان الشركات بتحبش تخلي استثماراتها او بشكل طبيعي شكل تقليدي بدون وصول للطرح العام او الكتاب العام. ما بتحبش تخش البورصه مثلا, ما بتحبش الاسهم بتاعتها تتم تبع البورصه. فقال لك ده مؤشر, الارقام بتقول كده, واضح كده, بس ده مش في لعدة عوامل اخرى مش في صالح الاقتصاد, واضح كده. يفضل الشركات بعد فتره ما من نجاح مستمر ونمو مستمر وتوصل لارقام كبيره في الاستثمارات انها تتم طرحها للعام في اي سوق دولي او سوق عام زي اي ستوك ماركت ويتم عليها طرح اولي او طرح عام. ف
ليه الشركات بتحب، ده سؤال واضح كده، بتحب تبقى تتنيها برايفت وما تحبش يبقى بيتم تتابع عليها، او تم طرحها اسهمها او تحمل جزء من اسهمها في البورصه او في الاسواق العامه. قال لك the decline in public equity is boosted by an increasing large pool of private equity resources available from pension fund والfamily firms والendowment واللايك and the like to finance. هو يعني عنده سبب منطقي ان يقول لك الشركات ما بتحبش تروح لاسواق البابليك ماركت عشان تعمل فاند ريزنج. يعني ما احنا عارفين اهم مزايا going public ان في اي طرح تاني بتبقى عندك بابليك فاند ريز في اي وقت، واضح كده، وسيله سهله زياده تمويل الشركات بشكل سهل وبسيط. بس قال لك هي لقت الشركات دي لقت وسيله اخرى نزود وسيله اخرى ان تعمل فاند ريزنج، قال لك عن طريق مثلا صناديق المعاشات والفاميلي فيرمز والاندومنت اللي هي الاوقاف او حاجه زي كده، بتاخد منها الاستثمارات بتاعتها وتاخد منها التمويلات، يعني تاخد منهم الفلوس بتاعتهم تستثمرها لهم بعائد او بشكل او باخر، فهي مش محتاجه كده تروح جوينج بابليك. ف قال لك حتى even investors in very large capital private firm can exit via acquisition. حتى بقول لك المستثمرين في الشركات اللي هي كبيره ذات رؤوس المؤامره الكبيره بيعملوا الاكزيت بتاعهم، يقدروا يتخرجوا من هذه الشركات عن طريق الاكوزيشن، بيفضلوا الاكوزيشن مش بدل من كتاب العام بدل من اي بي او. يعني كل الدلائل دي او كل الاستنتاجات دي بتقول ان هم في مشاكل في البابليك ماركت. احنا عارفين طبعا البابليك ماركت او على الاخص الاي بي او بياخد وقت، هو تايم كونسيومينج وماني كونسيومينج، بياخد وقت كبير وقراءات طويله، فممكن ده يعني هو ممكن ده برضو يكون السبب، غير ان الشركات الخاصه لقت بديل اخر في التمويل، مصادر اخرى من التمويل او سهل مصادر سهله، فممكن يكون الاي بي او نفس البروسيس بتاعته، بس هو عشان البروسيس بتاعته عشان يبقى في اكيورسي عالي وفي ايفالويشن واضح واضح كده، فهي بتاخد وقت اكتر من كده. فقال لك اتس امبورتنت تو ديتيرمن ويذر اتس ابريشن ذات ويل ايفنتشوالي ريفرس اور ا سيكولر ترند اند تو ديتيرمن ويذر اذر ديفلوبد كانتري اور اكسبيرينس. وهو هنا برضو بيطرح تساؤل اذا كان العمليه دي عندهم في السوق الامريكي في مشكله خاصه فيهم هم، وهل ممكن يقارنوا السوق الامريكي بدول اخرى زيهم متقدمه زيهم او الاسواق الماليه بتاعتهم كويسه، ولا هي دي مشكلتهم خاصه بيهم. وقال لك ان محتاجين مور ريسيرش، يعني هو الكونكلوجن بتاعت المشكله دي او السؤال ده عشان ليه له اجابه، قال لك هم محتاجين ريسيرش، مور ريسيرش از نيدد تو بيتر اندرستاند ذا اندرلاين كوزز اوف ذا ريدكشن اوف ذا نمبر اوف بابليك فيرم اند اي بي او. محتاجين ابحاث اكتر عشان نفهم ايه الاسباب الكامنه وراء انخفاض عدد الشركات اللي هي تم الكتاب عليها وعدد التبات العامه بشكل افضل وهكذا. طيب نتطرق لسؤال تاني تحت الكابيتال ماركت ايشوز، هاو ويل ماركت اند بوليسي ميكر ريسبوند تو انديفيدوال سيكينج تو دايفرس زير بورتفوليو باي اون ستيكس ان ستارت ابس اند اذر برايفت فيرم. هو هنا في زي ما قلنا ان اسمعنا السؤال، ازاي يستجيب الاسواق وصناع القرار لطلبات الافراد اللي عايزين ينوعوا محافظهم الاستثماريه من خلال امتلاك اسهم او حصص في الشركات الناشئه او غيرها من الشركات الخاصه. احنا عارفين ان في قيود حاليا خاصه في امريكا او زي ما بيقول المرجع بتاعنا بتحد من قدره معظم الافراد على الاستثمار في الشركات اللي هي ايه اللي هي نون بابليك، واضح كده. يعني ما ينفعش اي حد يروح يستثمر او يحط فلوس من عند الافراد يحط يشتري اسهم او يشتري استثمارات او يجلو شيرز او لوح استثمارات في الشركات الناشئه لازم تكون جوينج بابليك فيرست. فهنا دي برضو مشكله. فقال لك ان ايه most important with a view exception there are currently are substantial institution and regulatory constraint in United States that limit the ability of most individual to invest in non-public companies. غير مسموح انك تستثمر في شركات ناشئه لم يتم الكتاب عليها، لازم يتم الكتاب عليها الاول وتخش زي مستثمر عادي وتخش تشتري الاسهم من ايه في اي بابليك ماركت او اي ستوك ماركت. طيب قال لك most importantly with a few exceptions ببعض الاستثناءات direct investment in private equity is restricted to high net worth individual and اللي هو accredited investors and qualified institution. برضه مع بعض الاستثناءات قال لك يقتصر الاستثمار المباشر في الاسهم خاصه
على الافراد اللي هم عندهم ملاءه ماليه عاليه اللي بيسموهم المستثمرين المعتمدين او المؤهلين او المستثمرين المؤهلين او المؤسسين المؤهلين اللي هم يعني طبعا في استثناءات ان انت ممكن تشتري في شركه ناشئه بس انت لو ايه لو انت accredited investors او qualified institutional buyers واضح كده اللي هم عندهم قدره ماليه عاليه ويعتبروا مستثمرين معتمدين وقال لك other investors can invest in the private equity through their holding of publicly traded mutual fund وقال لك برضه في استثناء تاني ان يقتصر الاستثمار المباشر في الاسهم خاصه على الايه الناس اللي من خلال ممتلكاتهم في الصناديق اللي هي الماتشوال فاند الصناديق المشتركه من دوله علنه بس الصناديق برضو عندها مشكله ان هي فيها قيود كبيره على النسبه المئويه يعني اني نسبه برسنتج من تقدر تحتفظ بيها فبرضو دي ما زالت على الرغم من بعض الاستثناءات في قيود مباشره على الاستثمار في الشركات الناشئه بدون يكون الشركات دي جوينج بابليك سو قال لك currently قالك برضو as noted the decline in number of public firms means that investors who don't meet effective wealth accreditation standard don't have access to an asset class that could be important for diversification برضو هي ما زالت المشكلة قائمة وكمان الانخفاض في عدد الشركات اللي تم الكتاب عليها معنى كده ان اصلا المستثمرين اللي مش هيستفوا المعايير ان هم عندهم ثروة عالية او زي ملاءة مالية عالية مش هيقدروا يوصلوا الى الايه يشتروا برضو في الشركات الناشئة اسهم فدي كل دي ملخص المشكلة الحالية ان المستثمرين الانديفيدوالز او الانديفيدوال انفستورز ما يقدروش يشتروا او يقدروا يكون لهم حصص في الشركات الناشئة طالما لم يتم الكتاب عليها مع بعض الاستثناءات زي ما قلنا ان انت ممكن تعمل لو انت عندك مستثمر عندك ملاءة مالية او بيسميك اكريديتد انفستور ممكن تشتري او تخش في الشركات الناشئة او انت لو انت عندك ممكن تعمل البيزنس بتاعك او الترانزاكشن بتاعتك لو انت خلال بابليك تريدد ماتشوال فاند او وكمان عندنا مشكله تانية قله الشركات الناشئه اللي تم كتاب عليها كل ده بيقيد عمليه دخول الافراد في مجال او الشركات الناشئه طيب currently في الوقت الحالي opportunities for non-accredited investors are limited mainly to investing in firm like اللي هو عدة شركات هي اللي بيسموها private equity fund managers واضح كده حتى برضو الصناديق فيها مشاكل برضو هو قال لك في الوقت الحالي تقتصر فرص المستثمرين غير المعتمدين على استثمار في عدة شركات وانواعهم في امريكا اللي هو KKR والفورترس والبلاكستون وقال لك الشركات هي برايفت اكويتي فاند مانجرز هي مدير صناديق اسهم خاصه ذات هاف بابليك تريدد ستوك وذ ان اندرلايك اونر شيب كليم اون ذا فيرم بورتفوليو فور برايفت كومباني دي اصلا مدير صناديق دي ماتشوال فاند اصلا بابليك تريدد يعني تم الكتاب عليها طيب هنا بقى المشكله السؤال اللي ملوش يعني اجابه لهذه اللحظه والمطلوب منه نعمل فيوتشر ريسيرش عليه ازاي نتغلب على هذه المشكله و how the nature of offering and the public market may change in response to immediate diversification and investment option available to individual investors ازاي نتيح خيارات استثمار للمستثمرين الافراد في الشركات الناشئه ده محتاج اجابه ومحتاج عشان نجيب له اجابه صحيحه لازم يكون في future research ابحاث اكتر عشان نعرف الاسباب الحقيقيه وازاي نلاقي الحلول اللي ايه تتغلب على هذه الايه المشاكل نقطة أخرى اللي هي عمليات التقييم أو مسائل التقييم أو المشاكل الخاصة بعملية التقييم. لكن عندنا في سؤال محتاجين له إجابة. What is opportunity cost capital? What is opportunity cost of capital for high risk and long term investment? إيه هي تكلفة الفرصة البديلة لرأس المال الاستثمار طويلة الأجل والعائد المخاطر؟ قال لك إحنا قال لك لما نيجي نعمل عملية valuation أو value investment opportunities in corporate finance assume that the investment أو the investors can leverage the market portfolio to achieve a comparable systematic risk اللي هي تكلفة الفرصة البديلة أو اللي هو opportunity cost عشان أزود استثماراتي ممكن أضحي بحاجة أو أتحمل بعض المخاطر في مقابل هذا. طيب قال لك إحنا بنستخدم ويمبلوي اللي هو opportunity cost concept اللي هو ده to value نقيم investment in a new venture بنقيم برضو مبدا الفرصه البديله في عمليه تقييم الاستثمارات في مجال الشركات الناشئه.
طيب قال لك for high risk and the long term project that required patient capital however risk level can exceed practical limitation on the ability of investor to leverage the market. قال لك new research may suggest a better alternative for estimating the opportunity cost for entrepreneur and other underadvised investor. قال لك هنا بيقترح ان لازم يكون في new research او ابحاث جديده نشوف بديل لعمليه تقديم opportunity cost اللي هو البديل الوحيد حاليا الاستثمار في الشركات الناشئه، انك عشان تعرف ان طبيعه الشركات الناشئه او new venture very very high risk، وان عارفين في احصائيات بتقول لك من كل 10 شركات new ventures واحدة منهم اللي ممكن تنجح، يعني نسبة النجاح 10%، فدي نسبة صعبة جدا ومعنى كده المخاطرة عالية جدا. فقال لك انت دايما نستخدم او عشان نخش نستثمر فيها بنعتمد على مبدأ الاوبورتيونيتي كوست، انك عشان تحقق فايدة بتضحي وتتحمل مخاطر عالية، واضح كده؟ وبتضحي بحاجات كتير وفي مقابل عشان تحقق الاستثمار بتاعك مع تحملك جزء عالي من المخاطر. فقال لك حال الابحاث الجديدة او النيو ريسيرش او الابحاث المستقبلية ممكن تلاقينا منهجية افضل او عشان نقدر يبقى تقلل المخاطر وتلاقي نقدر او حتى منهجية افضل في عملية استيميتنج تقييم الاوبورتيونيتي كوست فور انتربرينورز. وقال لك في ان ذا كارنت انفايرمنت في البيئة الحالية الفينشر كابيتالز اند اذر ويل دايفرسيفايد انفستورز تريند تو ريلاي اون هيوريستكس، اللي بتحب تهتم في البيئة الحالية بتحب تهتم على الاستدلال heuristics to make decision using harder rate and sought for cash on cash multiples evaluating or valuing early stage of companies. احنا في البيئة الحالية ان هم الشركات راس المال المغامر او غيرهم المستثمرين هم بيعتمدوا على الاستدلال الهيوريستيك عشان يتخذوا قرارات باستخدام مثلا زي ما قلنا قبل كده الهاردر ريتس والمالتيبل كاش عشان يعملوا عملية الفالويشن في المرحلة المبكرة. طيب قال لك ان it's possible to leverage financial theory to improve heuristic approaches to decision making especially in cases where forecasting of cash flow is possible even the realized cash flow are highly uncertain. احنا زي ما خدنا في المحاضرات السابقه في عمليه التنبؤ بالفاينانشال موديلنج واضح كده التنبؤ حتى بالكاش فلو، احنا المرجع بتاعنا بيتبنى النظريه دي ان انت ماشي ان انت ممكن تعتمد على التسديدات في عمليه اتخاذ القرار عشان بالتبني او بالاعتماد على الفوركاستنج او نماذج الفوركاستنج او المودلز بتاعه الفوركاستنج بالنسبه للكاش التدفقات النقديه متوقعه في المستقبل كقرار عشان يشوف القرار الاستثماري ده قرار صح او لا، او انك تحط فلوسك او كفينشر كابيتالز او كمستثمر تحط فلوسك في هذه الشركه الناشئه او لا. ولكن ما زال برضو ان عندنا important research question is the extent to which investor in new venture who adopt modern financial approaches to decision making will be able to enter the market more easily and can perform better than those who don't. ما زال ان عندنا سؤال مستقبل او فيوتشر ريسيرش بحث لازم ابحاث تتم عليه، وعندنا هل يتمكن المستثمرين في الشركات الناشئه اللي هم بيعتمدوا على مناهج اللي هي التنبؤ واضح كده الحديثه لصنع القرار ان هم الدخول السهول او يكون استثماراتهم اكثر سهوله وادائهم يكون افضل من كده. فما محتاجين برضو بحوث مستقبليه او فيوتشر ريسيرش اباوت عشان نحل او نبقى نوصل اجابه لهذا السؤال. يبقى خلاصه مساله التقييم في السؤال دوت ان ماشي احنا بنعتمد الاوبورتيونيتي كوست كونسبت واضح كده عشان نقيم الشركات الاستثمار في الشركات الناشئه ومع تحملنا على المخاطر، وممكن عشان نتلافى المخاطر العاليه بنستخدم اللي هي الفوركاستنج مودلز اللي هي بتتنبا بتدفقات ماليه عاليه للشركات الناشئه في المستقبل واضح كده. و السؤال او المفروض اللي هو الحاجات اللي تتمنى يكون البحوث الاكاديميه تشتغل عليها ان يكون تامن اكتر الموضوع دوت ويكون توفر تطبيق النماذج الماليه او نماذج التنبؤ المالي ده بحيث بيكون بشكل افضل واسهل واكثر دقه. عندنا سؤال تاني تحت مسائل التقييم او الفالويشن ايشوز، وات از ذا بيست واي تو فاليو انفستمنت اوبورتيونيتيز انفولفينج البورتفوليو اوف كومبلكس اند انترديبندنت ريال اوبشنز. زي ما احنا عارفين هو بمعنى السؤال ما هو افضل طريقه عشان نقيم الفرص الاستثماريه تنطوي على الكثير من الخيارات الريال اوبشنز سواء الانترديبندنت او الكومبلكس. احنا زي ما قلنا قبل كده الخيارات الحقيقيه او الريال اوبشنز ار ذا كور اوف اندرستاندينج ذا فاليو اوف هاي ريسك فينشر ويز بوتنشال فور هاير جروث. هي في صميم فيها مقيمه المشاريع عاليه المخاطر مع امكانيه النمو المرتفعه.
قال لك انك بوص الفاوندرز والانفستور ويل بينيفيت باي ريكوجنايزنج اند اكسبلويتنج ذا ريل اوبشنز. كل المؤسسين والمستثمرين هيستفيدوا من ايه؟ استغلالهم او ان ريكوجنايزنج، هيتعرفوا على الخيارات الحقيقيه واستغلالها بشكل واضح او بشكل صحيح. however while there are traditional way of valuing option in corporate setting because of interdependence and the dearth of reasonable tracking portfolio, the approaches are not readily adaptable for new ventures. هو انا بقول لك في مشكله، قال لك ان احنا خلاص احنا بنعتمد على الريل اوبشن في تقييم استثماراتنا، بس قال لك ده بيبقى افضل سهول او افضل تطبيقا في الكوربريت في الشركات. واضح كده؟ في الشركات ليه؟ بسبب الترابط والقلق ديرس اوف ندره اللي هي التراكنج بورتفوليو، وما نقدرش نتبع ايه محافظ الاستثمار بشكل مستمر. قال لك ولكن الاساليب ديت مش هتقدر نطبقها في الشركات الناشئه، لان الشركات الناشئه اصلا محدوديه الاستراكشرز بتاعها ومفيش ريكوردز ومفيش لسه في الاول. فقال لك ان تطبيقات الريال اوبشن او ان يكون الخيار الوحيد هيكون صعب. معنى كده ان عايزين نشوف الفيوتشر ريسيرش او البحوث المستقبليه تركز على حل هذه المشكله وتتوفر طرق افضل او حلول لهذه المشكله، نقدر نطبق الريال اوبشن بشكل اوضح او بشكل اسهل في موضوع الشركات الناشئه. سؤال اخير في الفالويشن ايشوز، معاملات التقييم. What type of investment opportunities are most effectively pursued by individual entrepreneur and what type are most effectively by corporation؟ ايه افضل الطرق او ايه افضل انواع فرص الاستثمار اللي بيتبعها اصحاب المشاريع او اصحاب رواد الاعمال بشكل اكثر فعاليه، وانواع اكثر فعاليه برضه بس من ناحيه ايه؟ الكوربريشن، الشركات. قال لك corporation owned by diverse investors اللي هي الشركات المملوكة لعدة مستثمرين have a cost of capital advantage over individuals. خلي بالك هنا قال لك الشركات المملوكة للمستثمرين متنوعين عندها ميزة، ايه الميزة بتاعتها؟ ان هي تكلفة رأس المال على الأفراد، وقال لك ان هي less dependent on quick return on their investment، مش مهتمة بشكل كبير او هي اقل اعتمادا على الايه العادات السريعه من الاستثمار، مش محتاجين يعني قوي ارجنت بالنسبه لهم يستنوا العوائد بتاعته. وقال لك كان اورجنايز اند تو اكسبلود ايكونوميكس اوف سكوبس ذات انديفيدوال انتربرينور وركينج سيبريتلي كانوت، ويمكنهم التنظيم استغلال الفرص او نطاقات الفرص اللي مش اللي هو اصحاب الشركات الناشئه الافراد منهم او رواد الاعمال الافراد بيعملوا بشكل منفصل مش يقدروا. واضح كده؟ فيبقى لو انا عايزين نشوف الفرص المتاحه للرواد الاعمال الافراد والفرص المتاحه للكوربوريشن، قال لك ان الكوربوريشن عندها مزايا اكتر من ايه الانديفيديوال انتربرينور. بس خلي بالك الاكسبيرينس شوز، قال لك اللارج اورجانيزيشن او الكوربوريشن هاف ديفيكالتي مانجينج انتربرينور فينتشرز، في عندهم مشاكل في الاداره ان هم مش اكتر من واحد. فقال لك ان المنظمات الكبيره او المؤسسات الكبيره بتواجه صعوبه في اداره المشاريع الرياديه بتاعتهم. يبقى احنا قلنا ده المزايا بتاعتهم واضح كده، الكوست اوف كابيتال تكلفه راس المال هتبقى على الافراد وهم اقل اعتمادا على العائدات السريعه، ويمكن تنظيم استغلال الفرص الاستثماريه بشكل افضل من الناس الافراد. انما الافراد برضه خلي بالك الاداره بتاعتهم او اللارج كوربوريشن هاف ديفيكالتي مانجينج انتربرينور، دي الديس ادفانتج او العيوب، عندهم صعوبه في الاداره. وقال لك ان البحوث هنا غير مكتمله ومحتاجين مور ريسيرش عشان نتاكد من الموضوع دوت. وقال لك الموست امبورتنت نيو فينتشرز ار ديفلوبد اوتسايد بابليك كوربوريشن اند لارج انستتيوشن. في بعض استنتاجات بتقول لك ان معظم المشاريع الشركات الناشئه اللي هي ويل نون او المشهوره او المهمه يعني موست امبورتنت نيو فينتشر ار ديفلوبد اوت سايد بابليك كوربوريشن اند لارج انستتيوشن، الشركات المشاريع الناشئه اتولدت من شركات خارج شركات تم كتاب عليها او حتى من خارج الشركات الكبيره. فده كله بيدي لك بعض التساؤلات البحثيه اللي المفروض تتم في المستقبل عشان ايه؟ So the question remains as to which type of innovation are best pursued by corporation and institution. فكل ده بيسين الأسئلة دي اللي ملهاش إجابة محتاجة
more research عشان نلاقي لها إجابة في المستقبل. نيجي لنقطة تانية، understanding the performance بتاعت الـ venture capitals والـ ankle market، فهم الأداء في أسواق رأس المال المغامر والأسواق الملائكية. To what extent is venture capital firm performance a result of skill as opposite to initial good luck and persistence؟ لأي مدى يكون أداء شركة رأس المال المغامر مثلا كنتيجة للمهارة ولا بدلا من الحظ والمثابرة؟ This question has been the subject of several studies with mixed result, suggesting that the answer may not be neatly characterized as one of the other. قال لك هنا في آراء مختلفة وفي تناقضات، واضح كده؟ السؤال ده كان مسار تساؤل من العديد من الدراسات البحثية والنتائج كانت مختلفة. واضح كده؟ ومفيش إجابة واضحة ودقيقة. ولكن ناخدهم واحدة واحدة. قال لك there is evidence that في دليل بيقول لنا إن الـ venture capital firm اللي هي شركات رأس المال المغامر that have fund that do well for the limited partners and are more likely than other firm to be successful in their subsequent fund. قال لك الشركات رأس المال المغامر لديها أموال تعمل بشكل ده جيد بالنسبة للشركاء بتوعها اللي هو المشاركين فيها limited partners، هم أكثر عرضة للنجاح من الشركات الأخرى اللي ما إيه؟ ما عندهمش نفس نفس الفند أو نفس إيه؟ كمية المال. يبقى عندنا معلومة هنا إن الشركات رأس المال المغامر ان عندهم ذات هاز فاندنج ذات دو ويل فور ليميتد بارتنر، انت عندهم صناديق استثمار بتشتغل بشكل جيد مع الليميتد بارتنرز بتوعهم، هم اكثر عرضه للنجاح من الشركات الاخرى الفينشر كابيتال ما عندهاش ايه فاند. طيب ما عندهاش الصناديق الاستثمار ولكن الكورليشن في سكسس النجاح ده جاي منين؟ قال لك from one fund to the next seems to suggest that venture capital firm has superior skills. ما هم الشركات معنى كده ان الشركات الفينشر كابيتال دي نجحت لان هم شاطرين في اداره الصناديق الاستثماريه بتاعتهم بشكل جيد. واضح كده؟ يقدروا يوزعوا الاستثمارات بتاعتهم على عده صناديق استثمار وادارتهم لها بشكل او باخر ده مهاره بيعتبر سكيلز. واضح كده؟ فمعنى كده ان الشركه من وجهه نظر الدراسه دي بتقول لك لا، ان المهاره هي اساس نجاح الشركات الناشئه الفينشر كابيتال الشركات الاستثماريه. معايا كده؟ مش جايه بالحظ او بالمثابره. طيب بس في وجهه نظر اخرى اللي هي alternative view. However في وجهة نظر اخرى بتقول لك لا، is that early success is perceived by entrepreneur and investor as an indication of skill and that entrepreneurs and investors seek out venture capital firm with positive track record even the record is based on luck. قال لك خلي بالك بقى، في وجهه نظر ثانيه بتقول لك لا، ده رواد الاعمال والمستثمرين بيبحثوا عن الفينشر كابيتالز اللي عندها تاريخ ايجابي بوزيتيف تراك ريكورد، عندها سجل حافل من النجاحات في تمويل الاعمال الرياديه، حتى لو نجاحهم ده كان قايم على الحظ، ما لهمش دعوه، ما بيبصوش قوي، يعني بيبص دايما رواد الاعمال بيبصوا من الشركات اللي هي حسنه السمعه او الريبيتيشنز بتاعها عالي في تمويل اعمال رياديه نجحت او شركات ناشئه نجحت، فما مش شرط يعني حتى لو النجاح ده جاب باللق. فوجهه النظر الاخرى ما قلت لك هو في ديبيت في سجال او في نقاش او في يعني اراء مختلفه، فهل المهاره هي اللي بتلعب دور في نجاح او تقديم اداء الشركات راس المال المغامر ولا الحظ؟ فالاثنين موجودين وما زال في رواد الاعمال بيعتمدوا على الشركات اللي هي لها سجل ناجح اللي هي بغض النظر نجحت بحظ ولا بمهارة، فيدل ان برضو وجهتين النظر موجودين. The result is that the firm has better deal flow and هو بيقول لك بقى الشركات اللي هي اعتمدت ديت على الحظ، قال لك the firm that has better deal flow and easier time raising investment capital than do others. So even if the firm has no special skill it should be expected to do better than other. هو لكن الشركات رأس المال المغامر اللي هي عندها ديل فلو اكتر وايزير تايم ريزنج انفستمنت كابيتال ذان دو اذر، if the firm has no special skill it should be expected to do، حتى لو ما عندهاش مهاره برضه يعني احنا قلنا رواد الاعمال بيبحثوا عن الشركات اللي لها تاريخ حافل من النجاح بغض النظر حظ ولا مهاره. وكمان قال لك برضو ان الشركات راس المال المغامر اللي هي بتاع عندها ديل فلو دايما بتمول صفقات كتير،
واضح كده؟ والإجراءات بتاعتها بسيطة وقت أسهل، واضح كده؟ مقارنة بالآخرين، فدي يعتبر حتى لو ما كانش بيعتمد على المهارة هو ده برضه يكون أداها أفضل. دي وجهة نظر تانية معايا كده؟ يبقى الشركة رأس المال المغامر بتعمل صفقات كتيرة وبتدي لك إجراءات أسهل شوية والوقت أفضل وقت أقصر، فده برضه بيخلي الناس أو رواد الأعمال يفضلوها. حتى ده ما يعتبرش حتى لو ما كانش مهارة، بس ده تبقى أفضل خيار. فده برضو ان لسه ما لقوش اجابه للسؤال ده، هل الاداء يعتمد اداء الشركات اللي راس المال المغامره يعتمد على المهاره ولا البرزيستنس والحظ. فمحتاجين فيوتشر ريسيرش او بحوث مستقبليه تركز على الاسباب والدلائل بحيث تدي لنا اجابه افضل، او اجابه هل المهاره فقط كوسيله تقييم لاداء الشركات اللي راس المال المغامر ولا ما فيش لسه وسيله تقييم لادائهم. نيجي بقى لنقطة أخرى برضو اللي هي الـ Economic Policy Issues اللي هي قضايا السياسات الاقتصادية. عندنا هنا سؤال بيقول لك What social and economic institution foster or support the entrepreneurial activity and can communities proactively develop such institution؟ هي بيقول لك إيه هي المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية اللي بتعزز أو تدعم نشاط أعمال ريادة الأعمال؟ وهل يمكن المجتمعات المجتمعات المدنية أو مجتمعات تطوير مساعدة في تطوير مؤسسات بشكل استباقي، إنها تساعد مؤسسات ريادة الأعمال بشكل استباقي؟ قال لك خلي بالك الـ Independent Entrepreneurship is thriving in some countries and regions largely because of institutional ecosystem that encourage individual risk taking and innovation. بيقول لك ان تزدهر رياده الاعمال المستقله في بعض البلدان والمناطق، يعني في بعض الدول كده تلاقي في الاقتصاد نفسه بيشجع او بيدعم المشاريع الرياديه او الستارت اب. وقال لك ان ده بيرجع لايه؟ لنظم الايكو سيستم، النظام نفسه، واضح كده؟ اللي بتشجع الافراد على المخاطره والابتكار. معايا كده؟ يعني طبعا عارفين بعض الدول بتشجع رواد الاعمال وتساعدهم وتدربهم وتعمل لهم حاضنات ومشرعات وفي فاسيلتيز كتيره. ده طبيعه، ده بيسموه من طبيعه الايكو سيستم بتاع الدوله او البلد نفسها اللي بتشجع رياده الاعمال كمصدر الاقتصاد. However, despite many studies identify institutions that are correlated with entrepreneurship, it isn't clear, مش واضح، that a one size fit all approach to public policy would be successful for countries and regions at different stage of economic growth and with different institutional constraints. هو الدراسات بتقول لك ما فيش نموذج واضح، واضح كده، او ما فيش نهج واضح، او ما فيش موديل واحد يناسب الجميع في كل الدول، واضح كده، عشان نشجع او تدعم الاعمال الرياديه او النيو فينشر او الشركات الناشئه، خاصة لما بتمر عبر مراحل مختلفة من النمو الاقتصادي والقيود المؤسسية المختلفة. يبقى هنا مفيش، كل الخلاصة هنا ان في بعض الدول بتشجع وبعض الدول لا، فده بيختلف على بيعتمد على الايكو سيستم او بتاعة الدولة ايه اللي توجهاتها تدعيم ريادة الاعمال او الابتكار او تحمل المخاطر عليها ولا. وعلى ذلك كنتيجة ده بيقول لك مفيش وان سايز فيت اول ابروتشز، مفيش نموذج واحد او موديل واحد يلائم الكل، واضح كده؟ وقال لك الانوفيشن اولسو، الابتكارات دايما بتحدث اولسو، بتحدث اصلا تيك بليس اولسو ان لارج استابلشد بزنس، بتحدث في الشركات القائمه. معظم الشركات القائمه دايما عشان تعمل سستينبل جروث او تتكمل ويحصل لها سستينابيلتي لازم تبقى في انوفيشن. اند سم انستتيوشن ستراكشر كان فيفور ذا فورم اوف انتربرينور شيب، وبعض المؤسسات بتفضل، المؤسسات القائمه تفضل تاخد شكل شكل الشركات الرياديه، واضح كده؟ وto better understand the causal relationship more research need، عشان نفهم العلاقة بين كده يعني لازم الكاجوال ريليشن العلاقة السببية لازم نفهم، محتاجين بحث أكتر. more research is needed on the complex and endogenous relationship among entrepreneurship and economic growth and public policy. احنا محتاجين بحوث أكتر، بحوث أكاديمية أكتر عن العلاقة بين ريادة الأعمال والنمو الاقتصادي والبابليك بوليسي والسياسات العامة. لسه ده تحت التطوير ومحتاجين دراسات اكتر عشان نفهم الطبيعه ايه الدنيا ماشيه ازاي.
بيقول لك some non-profit organization focus on facilitating networking and monitoring within communities reasoning that the network effect or effect can encourage high impact entrepreneurship. في بعض المجتمعات المنظمات الغير ربحية بتسهل أو بتعمل على تسهيل التواصل داخل المجتمعات عشان حجتهم في كده، أنا قال لك إن لما يجي نعمل نتوركينج أو شبكات بتشجع ريادة أعمال عالية التأثير. ففي مجتمعات المجتمع المدني أو جمعيات المجتمع المدني أو الكوميونيتيز ممكن عندنا سؤال تاني، can communities proactively develop such an institution؟ yes، الإجابة أيوه ينفع إن المجتمعات المدنية أو الشركات الغادفة للربح ممكن تدعم الشركات النشأة أو مجتمعات ريادة الأعمال إن هي بتساعدهم، ممكن تساعدهم إنها ممكن تعمل علاقات ونتورك بحيث إيه في تبادل وفي مساعدة بشكل أو بآخر. وعندنا مثال على هنا إكزامبل هي إندوفر في أمريكا. قال لك إندوفر كانستيتيوشن for example document the strengths of networking as successful entrepreneurs become mentors and the source of financing and the monitoring for subsequent entrepreneurs. في مؤسسة لاحظت عملت توثيق اللي هي مؤسسة اسمها Endover، عملت توثيق ان قوة وثقت اندوفر نجاح في توليد شبكات رائدة اعمال وتأثير في مناطق اللي هي بنى تحليل اقل، اللي هي شركه اندوفر بتوثق قوه التواصل بحيث تصبح الاعمال وثقت النتيجه دي، بتقول لك رواد الاعمال الناجحين نجحوا باصبحوا منتورز يعني مرشدين او موجهين او خبراء لرواد الاعمال اللي هم لسه خبرتهم قليله، وكمان بعض منهم بقى يمول الشركات الناشئه او رواد الاعمال الايه المبتدئين او اللاحقين. فقال لك ان مؤسسه انديبور وثقت دوت بشكل يعني ارقام او عرفت توجد العلاقه دي بدايه ان فعلا رواد الاعمال مع بعضهم ممكن لو عملنا بينهم نتورك او شبكه او علاقه بينهم ممكن يساعدوا بعض سواء بالتوجيه او النصيحه او حتى بيخش يستثمروا معاهم يساعدوهم في استثماراتهم. وقال لك ان اندوفر هاز دوكيومنتد سكسس ان جنريتنج انتربرينور نتورك اند هافينج امباكت ان ذا اريا اوف وورلد ذات هاف ليس ذان ايدل انفراستراكشر. وكان قال لك برضه مؤسسه اندوفر لاحظت النجاح ده من توليد شبكات رياده اعمال انه في مناطق العالم في بعض دول العالم اللي عندها بنيه تحتيه اقل. واضح كده؟ وان لاحظوا ان their experience indicates that there are multiple approaches for encouraging entrepreneurship and suggest that there is room for innovation and technological change to develop and sustain entrepreneur countries and communities. ولاحظوا ان كنتيجه من البحث بتاعهم او التجربه بتاعتهم او الدوكيومنتيشن بتاعهم ان هم ممكن ان يستخدموا الابتكار والتغيير التكنولوجي لتطوير واستدامه بعض الدول والمجتمعات المحليه رياده الاعمال. نفهم المثال ده ان نون بروفيت اورجانيزيشن اللي بتدعم بتركز على تدعيم الشركات الناشئه ورياده الاعمال ممكن لها تاثير في تطوير مجال رياده الاعمال. نيجي لاخر محور او اخر نقطه في الاسئله البحثيه المحتاجه فيوتشر ريسيرش، التكنولوجيكال تشينج اند ذا فيوتشر اوف انتربرينور فاينانس، تاثير التكنولوجيا ومستقبل تمويل الاعمال الرياديه. هاو داز تكنولوجي افكت ذا فاينانسنج اند انوفيشن، ازاي بتاثر التكنولوجيا على تمويل الابتكارات او الاعمال الرياديه او الشركات الناشئه؟ قال لك ذا ناتشر اوف تكنولوجيكال تشينج هاز امبليكيشن فور ذا تايب اوف فاينانسنج that is likely to emerge. قال لك طبيعه التغير في التكنولوجيا او التكنولوجيا نفسها لها اثار على نوع التمويل بشكل او باخر. وعندنا مثال هنا قال لك ان فور اكزامبل ذا اندستريال ايفولوشن اللي هي الثوره الصناعيه اسفرت عن مشاريع ايه؟ وسعت النطاق او ريزلت ان فيري لارج سكيل انتربرايز ذات ريكواير لارج اماونت اوف كابيتال انفستمنت اند ذيس ووز اكومبايند باي سيجنيفيكانت جروث اوف بابليك كوربريشن and a related increase in the ability to raise large amount of equity and debt in the public market. قال لك الثوره الصناعيه ما ظهرت كان لها تاثير بالغ على الاسواق او الاستثمارات الماليه الكبيره، وقال لك ده رافقوا نمو كبير في الشركات والعامه وقال لك القدره على جمع مبالغ من الاسهم والديون، قال لك اللي هي الشركات تم كتابه عليها يعني
بقى لها تداول اكتر، وده نجمع مبالغ كبيره، مبالغ كبيره من الاسهم وايه وفي الاسواق العامه، في الاسواق اللي الماليه. But more recently في حديثا يعني التكنولوجي انوفيشن او تكنولوجيكال انوفيشن هاف افكتد ذا واي فينشر ار فاينانس. قال لك في حاليا بقى ان الابتكارات في مجال التكنولوجيا اثرت بشكل رائع او بشكل واضح على طريقه تمويل المشاريع الرياديه او مشاريع الناشئه او الشركات الناشئه. على سبيل المثال because of the low cost of cloud computing and web development tools, new ventures are able to experiment at low cost and to quickly validate or abandon or certain kind of idea. قال لك ان الثورات التكنولوجيه او الابتكارات التكنولوجيه على سبيل المثال زي اللي هي كلاود كومبيوتنج او الحاسوبه او حتى الويب بيج او ويب ديفلوبمنت ادوات تطوير المواقع، قال لك ادت فرصه للشركات الناشئه انها تجرب بتكلفه منخفضه والتحقق من الموديل بتاعها هيكون ناجح، وان هي يكون الفكره بتاعتها فيزبل او لا، يعني ادتهم فرصه ان هم يتحققوا ويجربوا هل الفكره بتاعتهم تتحول لشركه ناشئه او مشروع ناجح او لا بشكل منخفض او بسرعه او بتكلفه منخفضه. فقال لك معنى كده ان ابتكارات التكنولوجيا بس لها تاثير مباشر وقوي على طرق تمويل الشركات الناشئه. في بعض التكنولوجيا مجانيه وفي بعض التكنولوجيا بسعر منخفض، وحتى اصلا استخدامك لابتكارات التكنولوجيا او التكنولوجيا بشكل عام بيوفر عليك تكلفه من نواحي اخرى، واضح كده؟ فاستخدام التكنولوجي بشكل واضح وشكل صريح وشكل مباشر بيأثر على طريقة التمويل بتاعت الشركات الناشئة. This has supported the growth of startup and innovative ideas. ده أدى إن تطوير أو حفز نمو الشركات الناشئة والأفكار المبتكرة. وقال لك the adoption of a more scientific and analytical approach to new ventures development which refer to اللي هو بيسموه hypothesis driven entrepreneurship. ده ادى ايه بقى الكلام ده كله؟ قال لك ادى ان اعتماد الشركات التكنولوجيا بتاثر بشكل مباشر على طرق تمويل الشركات الناشئه، ادى ده حفز او ادى الى ظهور ما يسمى رياده الاعمال القائمه على الفرديات او الانتربرنيور هايبوثيسيس دريفن انتربرنيور شيب. هو ان هو نمو الشركات الناشئه او الستارت اب والانوفيتنج ايديا اند ذا ادوبشن اوف مور ساينتفك اناليتيكال ابروتش تو نيو فينشر ديفلوبمنت. يبقى اعتماد التكنولوجيا طرق التمويل على التكنولوجيا ادى لظهور حفز على او ادى لزياده نمو الشركات الناشئه والافكار المبتكره، واعتماد نهج اكثر على علميه على وتحليل تطوير مشاريع الناشئه. واضح كده؟ قال لك investors and entrepreneurship can spend less money and the time on new idea by exploiting opportunities to stage investment around by around key milestones. قال لك طبعا رواد الاعمال والمستثمرين وغيرهم يقدروا يوفروا في الاموال في الاستثمارات ووقت وكمان وقتهم اقل على افكار جديده من خلال استخدام الفرص استثماريه تنظيم حول وضع لازم يحط الكي بنش مارك او كي بي اي او كي ميلستونز. برضه لسه بنكمل في التاثير التكنولوجي على فرص التمويل. قال لك مثلا مثال اخر، قال لك البلوك تشين سوفت وير. احنا عارفين البلوك تشين دي اللي هي تقنيه حديثه، هي في اساسها ان هي بتسجل ترانزاكشنز بين يعني زي عمليه ريكوردنج، بيقول لك هي بروفايد ليدجرز فور ريكوردنج اند فيرفاينج ترانزاكشن امونج مالتيبل بارتيز. يعني بتسجل التكنولوجي دي هي بتعمل ليدجر اكونت، ليدجر عارفين زي دفتر الاستاذ بنسميه في المحاسبه او اللي هو ليدجرز، واضح كده؟ بتسجل ترانزاكشن بشكل دقيق جدا بين اطراف متعدده عشان تعمل تراكنج سواء لترانزاكشن معين، واضح كده؟ فاستخدام البلوك تشين التكنولوجي ده له كتكنولوجي له اسهامات كتيره سواء في مجال السبلاي تشين فور اكزامبل او حتى في البانكينج اوبريشنز، ففي دقه وسكيورتي وسيفتي عالي جدا، واضح كده؟ فقال لك ان هي على سبيل المثال لا بتدي لك ليدجرز اوف ريكوردنج سجل بكل التفاصيل اي معامله ماليه مثلا بكل الاطراف. وقال لك البلوك تشين لو والتكنولوجي والكريبتو كرانسيز لو كان بي كومبايند تو اوفر
a virtual venue for raising money. ازاي؟ قال لك by selling digital token for uses as a currency in various type of a platform. دي طبعا منتشره في امريكا اللي هي الاي سي او اللي هو الانيشال كوين اوفرنج اللي هو الطرح للعملات الاوليه. واضح كده؟ الطرح الاولي للعملات اللي هو بديل الاي بي او دلوقتي، هم بيعتبروه هيكون بديل الاي بي او في المستقبل يعني. هو طرح العملات النقديه، الطرح الاولي للعملات الرقميه، الطرح الاولي للعملات الرقميه كبديل للايه اي بي او. فقال لك لو دمجنا تكنولوجيا البلوك تشين والكريبتو كرانسيز العملات الرقميه ممكن نعمل سوق للعملات الرقميه اللي هو هيسميه انيشال كوين اوفرنج. واضح كده؟ نقدر من خلاله نعمل فاند ريزنج، نرفع نزود تمويل الشركات الناشئه. عن طبعا العمله هتكون اسمها هتكون التوكن، ديجيتال توكن فور يوزز از ا كرنسي، كعمله بدل من العمله الورقيه تبقى عمله رقميه. واضح كده؟ يبقى بلوك تشين تكنولوجي والكريبتو كرنسيز كان بي كومباين تو اوفر ا فيرتشوال فينيو فور ريزنج ماني اور ريزنج فاندنج باي سيلينج ديجيتال توكن فور يوزز از ا كرنسي اون فيريس تايب اوف بلاتفورم. ذس تايب اوف ماركت بنسميه ايه؟ الانيشال كوين اوفرنج الاي سي او، where token can be bought and sold after the ICO by investors. واضح كده؟ ممكن نتبادل الاسهم بتاعتنا او بشكل رقمي. واضح كده؟ بالتوكن بدل عملنا الاي سي او اللي هو الطرح الاولي للعملات الرقميه، وهو على عكس الاي بي او initial public offering. ايه الفرق بينهم؟ قال لك ان الاي سي او investment is a form of crowdfunding that's made very early in the company development. ولكن ممكن الاي سي او ده يكون له ميزه ان هو نستخدمه في تمويل الشركات اللي شايفه في المراحل الاوليه خالص، على عكس الاي بي او. الاي بي او ده بيجي في مرحله الاكزيت، في اخر مرحله من عمر الشركات الناشئه، في اخر حاجه خالص. انما الاي سي او ممكن يجي في الاول، فدي برضه اختلاف بينهم. فقال لك بقى ان interesting research question arise as to how to the technology may impact the venture capital industry and how the blockchain will impact industry and the financing of innovation according to them. قال لك بقى بعض الاسئله الاخرى، هل الاسئله البحثيه مثلا اللي هي استخدام تاثير التكنولوجيا على صناعه راس المال الاستثمار والفينشر كابيتال، وكيف تؤثر على تقنيه البلوك تشين على صناعه وما الابتكار الذي يحدث فيها. وتشمل الاسئله الاخرى other question include whether ICO will develop into a new segment of more traditional capital market، وهل لو سوق العملات الرقميه او الاي سي او هتتطور لشريحه جديده من اسواق راس المال التقليديه. كل دي اسئله محتاجه بحوث مستقبليه او بحوث اكاديميه عشان نلاقي لها اجابه في المستقبل القريب. مدينا برضه مثال اخر ان ازاي تاثر التكنولوجيا على طريقه التمويل. لكن شركات زي اوبر اند اير بي ان بي، اوبر في اللي هي الهيلينج اي هيلينج، والان بي في الهوتل بوكينج تحفظ حجز غرف فندقيه، اوبر في زي التاكسي زي ما انتم عارفين الاي هيلينج يعني، are marketplace companies that connect buyers and sellers and they tend to have relatively flat cost structure. قال لك شركات زي دي دايما بتحب يكون التكلفه بتاعتها تكلفه بسيطه ونسبيه ثابته، بشكل نسبي ثابته. واضح كده؟ واسواق بتربط بشكل مباشر بين المشتري والبائع. واضح كده؟ وده هداك هيكل تكلفه ثابته نسبيه. قال لك الفاينانشال تكنولوجي او الفينتك كومبانيز هاف سيميلر مودلز ذات كومبليت ذا كومبيت ان ذا لندن كبزنس، زي على سبيل المثال لندن كلاب والبروسبير. في قال لك معنى كده التكنولوجيا الماليه هتتبنى نماذج مماثله زي شركه اوبر وشركه اير بي اللي هي تتعامل مباشر بين البائع والمشترك. طب ده هيفيدنا في ايه في التمويل؟ قال لك هيفيدك في عمليه التمويلات الاقراض والتمويل. واضح كده؟ انك هتبتدي تتعامل بين البائع والمشتري على طول، مفيش بقى اجراءات اخرى او تعقيدات او وقت او الكلام ده كله، لا. هيبقى التكنولوجيا الماليه او الفينتك متوقع في المستقبل القريب ان هي تبقى في علاقه مباشره بين الدائن والمؤدين، او في زي اوبر كده وزي ان بي. قال لك this type for crowdfunding platform have the potential to connect investor with seed stage business. بيقول لك خلي بالك هذا النوع من الفاينانشال تكنولوجي او التمويل الجماعي اللي له قدره على ربط المستثمرين بالاعمال التجاريه الاوليه في مرحله التاسيس. كمان هنقدر نمول رواد الاعمال او الشركات الناشئه في المراحل الاوليه خالص، اللي كنا زمان بنقول عليها فاكرين ان هي بتبقى لها صعوبه عندهم، يا اما انجل انفستمنت يا اما حاجات شخصيه مستثمر مدخراتك الشخصيه، يا اما يجي لك انجل انفستمنت يا اما الفاميلي سبورت.
فلا ده ممكن كمان الفاينانشال تكنولوجي تساعدك بشكل او باخر في المستقبل القريب جدا، ان تساعدك في تمويل الشركات الناشئه في مراحل الايرلي ستيج او في مرحله السيدنج زي ما قلنا، اللي هي فيها بتواجه بدائل محدوده جدا في التمويل، لان الشركه اصلا ما قامتش على الورق لسه وما فيش. طيب عندنا سؤال اخير خالص في ناحيه التكنولوجي، will this type of marketplace technology transform the market for new venture finance؟ هل ان هذا النوع من التكنولوجي هيحول سوق تمويل الاعمال الرياديه او مشاريع الناشئه؟ قال لك similar question arise with regard to other technological breakthrough notably artificial intelligence الاي اي والفيرتشوال رياليتي الفي ار والاي او تي اللي هو انترنت اوف ثينجز او انترنت الاشياء which portend fundamental shift in the relation between consumers and the company. كل يعني التكنولوجيا اللي بتتغير بشكل سريع جدا، وفي التكنولوجيا الحديثه على رأسها دلوقتي اللي هو الذكاء الاصطناعي، تطبيقاته كل يوم كل يوم بتفاجئك بحاجات كثيره، واضافه للواقع الافتراضي والميتافيرس والاي او تي والكلام ده كله، قال لك بتنزل بالتحولات الاساسيه في العلاقه بين العملاء والشركات. واضح كده هيبقى لو التطور فيها هيبقى يساعد على تمويل الشركات الناشئه ورواد الاعمال بشكل افضل وشكل اسهل وفي كل المراحل، مش شرط في المراحل الاخيره او في مراحل التوسع او مرحله النمو الاول المستمر، لا ده ممكن حتى في المرحله الاوليه خالص يبقى رائد الاعمال او صاحب الفكره يلاقي استخدام التكنولوجي وسيله سريعه جدا لتمويله في البدايه خالص. بس ده محتاج لسه دراسات ومحتاج يعني قال لك ده يعني لسه under research. It's an existing time in the development of the field of entrepreneurial warfare. يقول لك ده وقت مشير جدا لوقت التكنولوجيا التطورات التكنولوجيا الحديثه اللي بنشوفها حاليا في تطوير مجال تمويل الاعمال الرياديه. شكرا جزيلا لحضراتكم على انتهاء المحاضره العشرة والاخيره من المقرر تمويل الاعمال الرياديه. اتمنى يكون الماده العلميه اللي شرحناها او تواصلنا معها خلال العشر محاضرات السابقين بما في محاضره النهارده مفيده لكم النهارده وبكره وعلى ما بعد كده في مستقبل الكارير بتاعكم، وكمان لو هتكملوا دراسات عليا اكتر دكتوراه او غيرها. فاتمنى يكون الماده العلميه قدمناها بشكل يعني مفيد لكم واكمل وجه، واتمنى لكم دايما وابدا التوفيق، وشكرا جزيلا لحضراتكم.